مساء الخير عليكم جميعا يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم باشمهندس روماني من قناة ستيبس اكاديمي. هنتكلم النهاردة عن كورس الاوتوكاد للمبتدئين، ازاي ان احنا نشتغل على البرنامج ونعرف الاوامر، وازاي نخرج في اخر الكورس نقدر نعمل بلانات ونبقى كويسين جدا. الاوتوكاد احنا هنشتغل على الاوتوكاد 2021. هتلاقوا برضو في فيديو تسطيب البرنامج وتحميل البرنامج موجود في القناة عندنا. الاوتوكاد هو برنامج مهم جدا لكل طلبة فنون تطبيقية كلية هندسة، بالذات في الكلية او في سوق العمل، لانه الاوتوكاد هو برنامج اساسي لأي برامج تانية بعد كده. يعني لو في 3D Max او اي برنامج تاني لازم ان احنا نشتغل على الكاد. اول حاجة لما بنفتح الكاد بيكون ده كده شكل البرنامج، او بيكون طبعا متقسم ان هنا مثلا عندي Get Start Drawing لو انا هفتح بيج جديدة، او ان لو في Open Folder لو هفتح فايل من عندي، وهنا في الريزنت هنا بيقول لي الفايلات اللي انا كنت فاتحها قبل كده لو انا محتاج افتح فايل من دول. فاحنا طبيعي هنبدا في الاول صفحه جديده كده ستارت دروم كده، بيكون دوت شكل البرنامج. بالمناسبه اللي شغال اوتوكاد 17 او 15 او اي نسخه بيكون نفس البرنامج، وبس بيختلف شويه حاجات، يعني ممكن اللون، لكن الأوامر زي ما هي، مفيش أي حاجة بتتغير. هناخد بس كام فكرة عن البرنامج كده في الأول قبل ما نشتغل. الأوتوكاد هو برنامج 2D، في برضه أوتوكاد 3D هينزل إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، بس الكاد الـ 2D إزاي إن احنا نرسم بلانات، نرسم تفاصيل. والكاد مهم جدا لو مثلا في شركات كبيرة جدا بتبقى شغالة على الأوتوكاد. طيب احنا الأول هنا هنلاقي ان في القايمة اللي فوق هنا الشو منيو بار، في قايمة درو، في موديفاي، في المقاسات هنا، وهنتعلم كل ده مع بعض. في تحت هنا هنلاقي برضو الكوماند بانل هنا اللي هي بتدي الاوامر، وفي شوية حاجات هنا اوامر برضو هناخدها مع بعض. احنا الاول لما هنيجي نشتغل، لما نيجي نختار اللاين ممكن نختاره من هنا، بنبدأ ندوس كليك، وبعد كده بنتحكم ازاي نرسم اي شكل. لما بنخلص عشان نخرج من اللاين دوت، يا اما بندوس اسكيب او بندوس انتر كده بحيث انه يخرج من اللاين. نقطة كمان ان احنا ممكن نجيب اللاين عن طريق امر تاني، لو دوسنا ال او بيجيب لي هنا الامر لاين. فانا لما هدوس ال وانتر كده بيبدأ الأمر بيتسجل تحت هنا وبيقول لي line specify first point اللي هو أنا هبدأ منين، أو فهنبدأ من أي حتة كده زي ما احنا عايزين أهو كده مثلا. وزي ما اتفقنا لو عايزين نخرج من اللاين دوت بندوس escape أو بندوس enter. بالمناسبة الشبكة دي هي ملهاش مقاسات معينة، يعني لو عملنا زوم ان كده الريكتانجل دوت ملهوش مقاس معين، يعني الريكتانجل دوت مثلا مش 5 في 5 او 10 في 10، لا دي شبكة نشتغل عليها. لو احنا حابين نشيلها ممكن من القايمة تحت هنا اهو الجريد مود، لو دوسنا عليها كده بشيل الشبكة، ولو فعلناها بتشتغل، هي مش هتأثر معانا في حاجة لو احنا اشتغلنا. طيب يبقى احنا كده اللاين ممكن نجيبه من هنا، او ان احنا ممكن نجيب اللاين من نقطة تانية. لو جينا مثلا قايمة درو هنا هختار امر لاين اهو، يبقى انا كده هقدر اجيب اللاين من 3 خطوات، يا اما من قايمة درو وبختار كلمة لاين، او ان انا اختار امر لاين من هنا، او ان انا ادوس ال، ندوس هنا سيلكت، ادوس ال هيظهر لي لاين
ويبدا يقول لي سبيسيفاي فيرست باي. طيب نقطه كمان مهمه قبل ما نبدا، ان القايمه دي مثلا لو اختفت، يعني لو احنا مثلا لغيناها كده هقول له يس طب انا عايز الغيها، لو احنا حبينا نظهرها تاني ان انا بدوس كنترول 9 او كنترول 9 بيرجع القايمه، وكنترول 9 تاني برضو بيقول لي لو انت عايز تلغيها بلغيها. فالقايمه دي مهمه جدا، فانا هاجي ادوس كنترول 9. نقطه كمان ان احنا هنا لما رسمنا اللاين رسمنا عشوائي من غير مقاسات. اول حاجه في الاوتوكاد ان احنا لازم نشتغل باليونت، يعني احنا لو هنفتح بيج جديده ممكن نيجي من هنا، لو هنفتح صفحه جديده ممكن كذا بلان ممكن نشتغل عليه، طبعا ممكن نلغيها برده من هنا. احنا هنا عشان نلغي اللاين اللي احنا رسمناه ممكن اعمل سيلكت اول، هاجي اقول له كنترول اي بيعمل سيلكت اول، وهاجي ادوس ديليت. دي حاجه ممكن امسح بيها اللاين. طب لو حبيت ارجع لللاين اللي انا كنت رسمه بدوس كنترول زد كده، كنترول زد بيرجع اللي اتمسح، وان احنا لو عايزين نمسح الخطوط بنعمل كنترول اي. طيب نقطة كمان ان احنا لما نيجي بنشتغل في الاول كده لو دوسنا كليك في ريكتانجل كده بيظهر، يعني لو رحنا مثلا ناحية الشمال بيبقى لونه اخضر، ولو ناحية اليمين بيبقى لونه ازرق. ايه الفرق ما بينهم؟ ان احنا لو جينا نعمل سيلكت من ناحيه اليمين للشمال، هنا مجرد اما اللاين بيلمس الريكتانجل اللاين بيتعمل له سيلكت كده مثلا اهو. طيب لو احنا جينا نشوف ازاي ناخد نعمل كليك من ناحيه الشمال لليمين، بصوا هنا اللاين الريكتانجل لمس اللاين بس اللاين ما تعملش عليه سيلكت. ليه بقى؟ لان هنا لازم اللاين يخش جوه الريكتانجل كده، او يعني اللاين ده مثلا مفيش حاجه ظاهره، مجرد لما نيجي هنا بيعمل عليه سيلكت. فاحنا لو حبينا نمسح، بالمناسبه احنا بندوس كليك واحده بس اهو، ما نفضلش دايسين عشان ما يظهرش الشكل دوت، احنا بندوس كليك كده وبعد كده بندوس ديليت. في الكاد هو برنامج تفصيلي 100%، بمعنى ايه؟ ان انا ما ينفعش ارسم لاين الا لما اكون عارف مقاسه ايه. في الحالة دي علشان نشتغل باليونت بمقاسات معينة، عشان نجيب قايمة يونت هاجي ادوس يو ان، هيظهر لي هنا كلمة يونتس، مجرد لما ادوس انتر هيظهر لي القايمة وبيقول لي يونت ان انا اختار انهي مقاس، فهنفتح القايمة هنا طبعا على حسب زي ما احنا حابين، في بالملي في سنتي في بالمتر. هنتعلم برضو ازاي لما نشتغل بالمتر ازاي نحول سنتي او سنتي ازاي نحوله بالمتر. فاحنا مبدئيا ممكن نشتغل بالمتر كده اهو، وهبدا ارسم لاين زي ما اتفقنا، ممكن ادوس لاين من هنا او ادوس ال او انتر، فهاجي هدوس لاين من هنا طبعا زي ما كاتب لي تحت سبيسيفاي فيرست بوينت، لان انا هبدا منين اروح بادئ كده. وبصوا انا هنا بمشي باي مقاس اهو، يعني ممكن اقول له امشي مثلا كده 5 متر، هدوس 5 واروح دايس انتر، انتر واحده بس بيبقى هنا عمل لي اللاين 5 متر، وبيقول لي ان انا ممكن ارسم خطوط تانية. فانا ممكن اقول له مثلا خلي لي دي 3 وادوس انتر مره واحده اهو. ما ينفعش ان احنا نشتغل باللاين ندوس كليك من غير ما نكتب المقاسات، ممكن نقول له مثلا هنا برضه 10، وبعد كده لو حبينا نخرج من الامر بندوس انتر او اسكيب. بالمناسبه عشان نتحرك في الكاد هنا بنعمل زوم ان وزوم اوت بالسكرول، او لو احنا دوسنا على السكرول بيظهر علامه الهاند ببدا اتحرك يمين او شمال. نقطه كمان لو في حد عنده الماوس السكرول مش شغاله، في هنا على اليمين كلمه البان هنا اللي هي الهاند، بدوس كده بالكليك عادي وابدا اتحرك. طيب احنا نيجي نختار لاين تاني، ولما هنيجي نرسم اللاين انا عايز اخليه يبقى افقي او راسي. في الحاله دي ممكن نخرج من اللاين هنا، وتحت هنا في القائمه اللي هنا في امر اسمه اورسو، وكمان هو اختصاره F8. مجرد لما افعل اللاين كده الاورسو
هاجي اختار لاين، مجرد لما ادوس كده خلاص بيبدأ اللاين يبقى افقي. يعني انا ممكن اقول له مثلا اللاين دوت خليه 10 متر، هكتب 10 كده، هدوس انتر، وبعد كده هطلع فوق او هنزل تحت. ممكن اقول له مثلا هنا 8، ممكن اقول له مثلا هنا 10، بكتب رقم وادوس انتر. في نفس المكان برضه احنا ممكن واحنا شغالين انا ممكن الغي الزاوية القايمة كده مثلا اهو، وانا لسه محتفظ باللاين، امشي مثلا كده كده مثلا، وبعد كده ممكن برضو اشغل الزاوية القايمة واكتب المقاس اللي انا عايزه اهو كده مثلا، واروح دايس انتر تاني. طيب في كام حاجة برضو هنظبطها في البرنامج هنا لما نيجي مثلا نختار لاين، ولو انا عايز ابدأ مثلا من النقطة دي، بس هو هنا مش جايب لي او مش عامل لي سيلكت على بداية اللاين دوت او نهاية اللاين، او مثلا لو انا عايز منتصف اللاين اللي هو الميد بوينت. طيب احنا اول حاجة في حاجات هنفعلها مع بعض، في عندي تحت هنا قائمة اوبجكت سناب. اول حاجة احنا هنيجي ندوس على السهم هنا، طبعا انا عشان مفعلهم فانتوا هتلاقي عندكم لاول مرة يشتغل كاد مش متفعلين، ففي الحالة دي هنيجي ندوس اوبجكت سناب سيتنج، هندوس هنا هتظهر لي قائمة كده. طبعا هنلاقي ان في حاجات، يعني بالنسبة ان انتوا اول مرة في حاجات مش متفعلها، فانا هاجي افعل او هعمل سيلكت بحيث ان انا مثلا لو عندي الميد بوينت، عندي السنتر يقدر يجيب لي المركز، نهاية الخط يقدر يجيب لي تفاصيل اللاين نفسه. طيب احنا كده فعلنا كل اللي احنا عايزينه هنا، هنيجي ندوس اوكي، وبعد كده لازم افعل الريكتانجل هنا، يعني هقول له انيبل، يعني افتح لي السناب، لان انا لو مفعلهم ولو جيت رسمت مش هيظهر اي حاجه. يعني لما هاجي اختار لاين مثلا كده وهاجي اقف هنا مفيش اي حاجه بتظهر. لما هخرج من اللاين وهاجي افعل قائمه السناب، ودي مهمه جدا، هاجي اختار لاين، بص مجرد لما اقف هنا جاب لي بدايه النقطه لو انا عايز ابدا من هنا او لو عايز ابدا من هنا، وفي لو مشينا كده هيجيب لي المثلث ده، ده كده يعتبر الميد بوينت منتصف اللاين نفسه اهو كده اهو، اللي هو هبدأ مثلا من هنا اهو. ممكن لو احنا شغالين، لو انا لو لغيت الزاوية القايمة ممكن اجي اقول له اوقف لي بقى عند اللاين ده اهو كده بس، وادوس انت. يعني لو حبيت ابدأ مثلا من هنا هاجي ادوس لاين اهو كده، اطلع فوق. بصوا لو انا مش مفعل الاورثو تحت هنا وانا بمشي كده بلاقي فيه ريكتانج، اي سوري، بلاقي فيه لاين اخضر، ده كده ان انا ماشي افقي. فاحنا ممكن نفعل الزاوية القايمة اهو كده. وهنا برضو في ميزة، انا ممكن اقفل اللاين لحد هنا بالظبط، يعني مش لازم اللاين يعدي تحت كده، وبعد كده هدوس انتر. طيب في كام برضو حاجة عايزين نعرفها، ان احنا في سيتنج للبرنامج، يعني بمعنى ايه؟ الماوس او شكل الامر بتاع الكاد اللي انا بحركه دوت ممكن يظهر عند ناس حجمه كبير، او لو مثلا هو حجمه صغير وفي ناس عايزة تكبر الحجم بتاع الكاد، فهنيجي ندوس كليك يمين، وفي حاجة اسمها اوبشنز، هندوس القايمة دي، هنلاقي ان في مثلا كام حاجه. هنيجي في الديسبلاي هنا، طبعا بيقول لي مثلا ان لو انا عايز اخلي الكاد ابيض او اسود، لو انا مثلا قلت له ابيض كده وجيت قلت له ابلاي، بيخلي الكاد زي ما احنا شايفين كده لونه ابيض، او انا بس شخصيا بحب اشتغل بالدارك فهاجي اقول له اختار لي دارك وهاجي اقول له ابلاي. في نقطه كمان علشان شكل الماوس اللي بيتحرك هنا، في عندي السايز بتاعه هنا لو مكتوب 5 احنا ممكن نزود مثلا كده، ولو قلت له ابلاي مش هيظهر حاجه، لو دوست اوكي بصوا هتلاقي شكل الماوس او شكل الامر في الكاد اتغير. لو اخدنا مثلا لاين ولو لغينا الزاويه القايمه كده بصوا اهو،
طيب هنيجي ندوس كليك يمين وهاجي اقول له اوبشنز كده، وانا شخصيا بحب اخليها على رقم 5. رقم 5 مناسب، اللي حابب يزودها أو. هندوس كليك يمين واوبشنز. ده بس اللي بحتاجه من قائمه الديسبلاي. في حاجه كمان، ان ممكن الجريد الشبكه دي تبقى لونها ابيض، ان احنا مثلا لو جينا في الديسبلاي الفايل تايبس هنا لو دوسنا على الكلر وجيت مثلا قلت له هنا خليها لي تبقى ابيض وهقول له ابلاي كده، بصوا بقت لونها ابيض. ولو انا عايز اخليها اسود، طبعا في ناس بتحب تخليها لونها ابيض عشان تشوف الخطوط في الطباعه تبقى شكلها عامله ازاي، بما ان احنا بنطبع على ورق لونه ابيض. اهو اللي عايز يخليها اسود فهنيجي هنا وهاجي اقول له بلاك وهسيبها زي ما هي. في قائمة تاني open and save هنا، ان احنا ازاي في السيف از هنا، ان احنا ازاي لما نيجي نسيب الفايل يتسيب على نسخة اقل، يعني 2013، بحيث ممكن لو انت شغال او انت شغالة كاد 2021 وحد من زمايلك مثلا عايز ياخد فايل منك كاد وهو نسخة اقل مش هيفتح عنده، يعني نسخة الكاد الاعلى ما بتفتحش على نسخة اقل، بس العكس لو نسخة اقل تفتح على نسخة اعلى. فاحنا يفضل نخليها على اوتوكاد 2013. في هنا برضو الاوتو سيف اللي هو ممكن يسيف من تربا نفسه، ان في عندي هنا اوتوماتيك سيف، ان انا بحدده يعمل سيف كل وقت قد ايه. انا سايبه هنا مثلا كل 10 دقايق، اللي عايز يخليه مثلا كل 5 دقايق مفيش مشكله، بس نتعود واحنا شغالين لازم نسيف كل شويه. ده كده بس اللي انا محتاجه من القائمه دي، مش هنحتاج حاجه تاني من الاوبشنز هنا. بعد كده هاجي اقول له ابلاي وهدوس اوكي اهو كده. طيب هنيجي بقى ان احنا ممكن نرسم خلاص زي ما اتفقنا لاين باي مقاسات كده اهو، وممكن اجي عند النهايه كده فبيجيب لي لما احنا فعلنا هنا الاوبجكت سناب هيجيب لي ازاي ان احنا نشتغل كده، ازاي ان انا اقفل النقطة نفسها يعني. اهو كده وهاجي ادوس انتر. طيب في عندي حاجة كمان امر اسمه بولي لاين، هاجي ادوس بولي لاين كده ونشوف ايه الفرق ما بينه وبين اللاين. لما احنا بنقف على الامر كده بيجيب لي الامر بيعمل ايه. طيب انا هاجي مثلا اختار بولي لاين وهاجي اشغل الزاوية القائمة اهو كده مثلا او مثلا كده، وهاجي ادوس انتر. لما هاجي اقف على الشكل ده بيبقى كله اوبجكت واحد، يعني كله شكل مجسم واحد. طب لو جينا نرسم الشكل دوت باللاين، يعني همشي مثلا كده اهو وهدوس انتر. لما هاجي اقف على اللاين دوت بيعمل سيلكت لوحده وده لوحده وده لوحده. بس احنا برضو هناخد ازاي ندمج الخطوط دي مع بعض، وازاي لو انا شغال بالبوي لاين ازاي اخليه كل لاين لوحده ازاي نفصلهم. في برضو عندي هنا الدايره السيركل كده، هاجي ادوس عليها وهاجي ادوس كليك اهو، وهنا بقى اكتب النص قطر بتاع الدايره. لو انا قلت له مثلا اي نص قطر 20 هدوس انتر اهو عمل لي نص قطر 20. في عندي اشكال كتير برضو من الدوائر، لو جينا نفتح السهم هنا اللي جنب السيركل كده هلاقي ان في دايره نص قطر سنتر ويديوس، وهنا دايره وقطر، وفي دايره بين نقطتين وثلاث نقط، وحاجه اسمها تان تان ريديوس بين مماسين ومقاس، وهنا في تان 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 ازاي اعمل دايره بين ثلاث مماسين. طيب احنا ممكن نختار الدايره الثانيه وهاجي ادوس كده، خلي بالكم احنا اللي فوق عملناها 20. لو انا جيت اكتب الدايره اللي هي القطر هاجي اقول له 20، لقيناها انها اصغر من اللي فوق، لان احنا خلي بالكم احنا عملنا نص قطر 20 فيبقى القطر كله 40، لكن دي احنا عملنا القطر كله 20. يعني لو اخترنا نفس الدايره تاني وجيت قلت له 40 بقت الدايره دي زي دي بالظبط. طيب عندنا اشكال تانية من الدوائر، ان انا ممكن اعمل دايرة ما بين نقطتين مش بمقاس، يعني هاجي ادوس كليك وهاجي اسحب، وهنا بيقول لي حدد لي النقطة التانية تبقى فين. طب
طبعا ممكن اكتب رقم، يعني انا بتحرك كده في الرقم بيطلع فوق هنا اهو. برضو بالمناسبة وانا برسم الدايرة الأرسو بتفرق معايا، يعني لو هنلغي الأرسو كده هاجي اختار دايرة اهو، وهبدأ انا اتحكم الدايرة تبقى فين. في عندي دايرة برضو بين 3 نقط، وهنا هاجي اقول له ادي كليك نقطة، كليك التانية والتالتة انا اللي لازم احدد تبقى فين. في عندي برضو كمان ان في حاجة اسمها تان تان راديوس، اللي هي مماسين ومقاس. يعني فرضا احنا مثلا عندنا هنا زاوية قايمة اهو، وهاجي اقول له انا عايز تان تان وراديوس. فلما بختار تان تان راديوس كده، فهنا بيقول لي سبيسيفاي بوينت اند اوبجكت او فور فيرست، لازم اختار المماس الاولاني. هاجي اقول له ادي الاولاني وادوس كليك. هنا بقى برضو سبيسيفاي فيرست بوينت السكند، اللي هي النقطه الثانيه. الدايره بقى عشان تظهر بيقول لي سبيسيفاي راديوس اوف سيركل، لازم اكتب المقاس. لو انا قلت له مثلا هكتب 20 وهاجي هدوس انتر، فبصوا هنا عمل دايره ما بين مماسين كده اهو بالشكل ده اهو. ممكن نجربها هنا تاني برضو، هاجي اختار اهو تان تان ريدس، بروح دايس سيلكت فوق كده زي ما اتفقنا اهو سبيسيفاي بوينت اوف اوبجكت. فهاجي ادوس ادي المماس الاولاني، وبعد كده هاجي هنا المماس التاني، وتحت احنا كنا عملنا الدايره 20 اهو ظهر لي هنا. ممكن اقول له مثلا خليها لي 30، فاصبح ان هو كده عمل لي دايره ما بين مسين. في بقى دايره عندي ما بين 3 ممسات، يعني احنا ممكن نرسم مثلا شكل هرمي او مثلث كده باي شكل. وزي ما اتفقنا عشان نخرج من اللاين هندوس اسكيب او انتر. ازاي بقى اعمل دايره ما بين 3 ممسات؟ لو جيت اعملها بالنص قطر او القطر او ال3 نقط مش هعرف خالص. في الحاله دي هاجي اختار التان تان تان. هنا بقى هاجي اقول له ادي اول مماس، مش هختار اي حاجه من دول، هاجي اختار اول مماس وهاجي اختار التاني وادوس كليك، وهاجي على المماس التالت وهدوس كليك، فيبقى عمل لي دايره ما بين 3 ممسات. يبقى احنا اخدنا الدايرة هي نص قطر، والدايرة قطر، ودايرة ما بين نقطتين، ودايرة من 3 نقط، وممسين وريديوس، ودايرة ما بين 3 ممسات. طيب هناخد برضو هنا في الارك هنا اللي هو القوس. لو انا جيت عندي في اول واحد ما بين 3 نقط، مجرد لما نقف على الامر بيجيب لي الامر ممكن يعمل ايه. فانا هاجي اختار الارك كده، هاجي ادوس كليك، وهاجي التاني والتالت انا اللي بتحكم يبقى ازاي اهو كده مثلا. كده انا عملت ارك. في برضو هنا عندي اشكال كتير من الارك هنا. لو انا جيت فتحت السهم ده هلاقي ان في اشكال كتير من الاركات. في عندي ستارت وسنتر واند، يعني بدايه والسنتر والنهايه، بيجيب لي برضو الشكل. ان لما اختار مثلا هاجي اقول له كده اد ستارت، وهقول له ده السنتر، بحيث اهو اكتب الدرجه اللي انا عايزها. وانا قلت له مثلا 150، فعمل لي بدايه وسنتر ونهايه. في عندي برضو بدايه وسنتر وزاويه، هاجي اختارها برضو كده، وبعدين هاجي اقول له كده اهو ادي بدايه وسنتر والزاويه. بصوا اهو ببدأ ان انا اكتب، اقول له مثلا ممكن 160 كده مثلا اهو. طبعا الشكل دخل جوه الشكل التاني، هناخد ازاي ان احنا نحركه شوية. هنيجي نشوف برضو اهو ستارت وسنتر اهو واللينس. ابص هلاقي بقى اشكال كتير، يعني هي بتبقى هي نفس فكرة القوس بس بتختلف، يعني مرة ستارت ونهاية ومقاس، مرة هيبقى ستارت ومقاس ونهاية اهو، ومرة ستارت ونهاية والدايركشن والاتجاه. يعني لما نيجي نختار مثلا كده
اهو ده الاتجاه بتاعه بيبقى جاي لفين كده. بس احنا برضه هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الارقاد دي من الارك الاولاني اللي هو الثلاث نقط. طيب في عندي كمان، عندي مثلا الريكتانجلر اهو، هلاقي ان في الريكتانجلر وفي البوليجون. لما نيجي نختار الريكتانجلر كده ونيجي ندوس كده بيعمل ريكتانجل، بس احنا هنا هو عمل ريكتانجل بمقاس عادي جدا. لو احنا عايزين نعمله بمقاسات هنيجي نختار الريكتانجل كده، وهنا ظهر لي تحت ان انا لو عايز اعمل فيلت او تشامفر، بس احنا مش هنختار حاجه منهم دلوقتي. انا ممكن ادوس كليك، وبعد كده في عندي تحت الاريا والدايمنشن والروتيشن، فانا ممكن اقول له الدايمنشن المقاسات. هنا بيقول لي بقى سبيسيفاي اللينس الاولاني بتاع الريكتانجل، فانا ممكن اقول له مثلا في اللينس هاجي اقول له 5 مثلا وادوس انتر، وفي ظهر لي تحت سبيسيفاي ويدث ريكتانجل، يعني انا دوست الطول، العرض هاجي اقول له مثلا 10 وهاجي هدوس انتر اهو كده، فعمل لي ريكتانجل او بصوا حتى ارقام بين 5 في 10. ممكن نعيدها برده تاني، هاجي اختار ريكتانجلر كده ومش هختار اي حاجه من دول، هاجي ادوس كليك بره هنا، وبعد كده هاجي اقول له دايمنشنز المقاسات. طبعا هنا كاتب لي اخر مقاس انا كاتبه من شويه، فهاجي اقول له مثلا ممكن نخليه 20 الطول، وهاجي اقول له في العرض خليه مثلا 60، وهاجي هدوس انتر بيطلع لي بالشكل ده اهو كده. طيب علشان لو احنا عايزين نرجع للامر تاني، لو جينا ندوس سبيس مسطره كده بيرجع لي الامر تاني، بدل ما اروح اختار الامر هنا. في عندي لو جينا نفتح السهم هنا، في عندي البوليجون اللي هو الشكل الخماسي او السداسي. طبعا بيقول لي هنا بوليجون انتر نمبر اوف سيدز، انا عايز اعمل شكل رباعي ولا خماسي ولا سداسي. فانا لو قلت له مثلا خليه شكل سداسي هكتب رقم 6، هدوس انتر، وبعد كده بيقول لي السبيسيفاي سنتر اوف بوليجون النص قطر او القطر، فانا ممكن اقول له مثلا نكتب 10 اهو. فبالطريقه دي ابدا انا اكتب او يعني هنا سبيسيفاي ريديوس اوف اهو سيركل، فانا ممكن اقول له مثلا 60 اهو، عمل لي شكل سداسي لان انا اخترت الشكل السداسي. لو دوسنا سبيس بيرجع للامر تاني ادي السداسي اهو، فانا ممكن اقول له مثلا لا خليه ثماني رقم 8 كده، وبعد كده هاجي ادوس كليك وهاجي هدوس هنا برضو وهكتب النص قطر او القطر اللي انا عايزه، ممكن اقول له 50، اصبح انا دوت شكل ثماني. طيب في عندي اشكال تانية برضو، ان احنا لو جينا مثلا لو جينا نقف هنا، في عندي السنتر وفي الاكسس اند اللي هو الشكل البيضاوي كده مثلا، او ببدا ارسم شكل بيضاوي عندي، يعني لو جينا نختاره برضو تاني هنا، او برضو سبيسيفاي سنتر او اوف اليبس ده اسمه اليبس يعني. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي لازم اختار الاكس نفسه يبقى فين، هاجي ادوس كليك كده تاني، وبعد كده انا اللي بتحكم زي ما انا عايز اهو في الشكل البيضاوي. طيب هنيجي برضو في عندي هنا في الهاتش، في عندي الهاتش والجريدينت، هنختار برضو الاثنين ازاي. الهاتش هنا لو احنا مثلا في عندنا ازاي نعمل انديكيشن لحاجه معينه، تهشير عمود مثلا او حوائط او تهشير السقف الخرسانه، احنا ممكن نيجي نرسم مثلا ريكتانجلر كده، ممكن نرسمه كده باي مقاس او مثلا كده. وازاي ان احنا ممكن نديله الامر الهاتش، ان انا هاجي اختار على الهاتش كده، وهنا جايب لي ثلاث اشكال بس، بس احنا عندنا اشكال كتير جدا. لو جينا نفتح السهم دوت كده بيجيب لي اشكال كتير من الهاتش، يعني احنا لو دوسنا على السهم ده كده وكبرنا القايمه بيجيب لي اشكال من الهاتش. فانا ممكن اختار مثلا الشكل دوت، ومجرد لما اقف هنا اهو بيبدا الشكل ياخد تاثير، هدوس كليك، بس هنا الهاتش
خطوط كتير جدا جوه بعض. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا السكيل ما بين الخط والخط قليل جدا، فانا عندي حاجه هنا في السكيل لو هي واحد هاجي اقول له مثلا خليها لي 20، فبصوا بدات ان الخطوط مساحتها تزيد شويه. لو هاجي اقول له مثلا 60 بتبدا تكبر، لو قلت له مثلا 90 اصبح انها بقت كبيره. بس بالنسبه للاعمده يعني هي طبعا ارقام دي مش ثابته، يعني ممكن اي حد عايز يكبر الدايمنشن لو كتب 20 ممكن تبقى مناسبه معاه، لو خلاها مثلا 30 بتبقى برضو مناسبه. في برضو عندي اشكال تانية كده اهو، يعني مثلا ممكن نخرج من الامر كده اهو بسكيب، وهاجي اجرب ريكتانجل تاني كده مثلا اهو. في لما اجي اقول له الهاتش كده ان احنا ممكن نيجي نفتح الهاتش، وفي عندي الجريد اللي هو لو انا عايز الجريد اللي هو زي التأثير اللوني، هاجي ادوس كده ومجرد لما اقف هنا وادوس كليك عمل تدريج لوني لونين مع بعض. طب لو احنا عايزين نغير الالوان دي، في عندي هنا برضو في اللون ممكن اقول له بدل ما هو ازرق اخليه مثلا اخضر فاصبح اخضر مع اصفر. هاجي مثلا الاصفر وهقول له مثلا خليه احمر كده او ازرق او بنفسجي على حسب زي ما انا عايز اهو. هنيجي نخرج من الامر بسكيب كده. يبقى احنا كده في قائمه درو اخدنا اللاين والبودي لاين والدايره والارك والريكتانجلر والشكل البيضاوي والهاتش. في نقطه كمان ان احنا مثلا لو حبينا نحرك الشكل دوت كده بالطريقه دي، اول حاجه في عندي امر اسمه موف. احنا هنيجي بقى نخش على قائمه موديفاي كده، امر موف اللي هو السهم اللي فوق ده مكتوب امر موف، وهنا برضو بيجيب لي ان انا ممكن الشكل اللي انا عايزه اعمل له موف ازاي. في طريقتين، ان انا ممكن ادوس على موف وهاجي ادوس سيلكت على الشكل الثلاثي، وبعد كده موف سيلكت اوبجكت هاجي ادوس انتر، وبعد كده اهو موف سبيسيفاي بيس بوينت ان انا هدوس هنا وهبدا اعمل موف اهو بشكل اي شكل انا عايزه موف كده. اول حاجه احنا دوسنا على موف، وبعد كده اهو موف سيلكت اوبجكت لازم اعمل سيلكت على الحاجه اللي انا عايز اعمل له موف، حاجه ادوس كده وبعد كده لازم ادوس انتر، وبعدين سبيسيفاي بيس بوينت ان انا همسك النقطه دي وهبدا اتحرك ازاي. في طريقة تانية لما نختار امر موف، ممكن الاول اعمل سيلكت على الشكل اللي انا عايزه وبعد كده اروح اختار موف، وبعد كده بيقول لي هنا بقى سبيسيفاي بيس بوينت امسك مثلا من النقطة دي. ممكن اعمل موف برقم، ممكن اعمل برقم، يعني مثلا اللاين ده كده هاجي اقول له اعمل لي موف وهو مثلا مكتوب 40، هاجي اقول له مثلا موف على بعد 30 فاتحرك شوية. ممكن نكبر الرقم بحيث يبان معانا اكتر، هاجي ادوس موف كده عملنا سيلكت، هدوس امر موف وهاجي مثلا هاجي اقول له خليه مثلا 80، فشفته اتحرك ازاي من مكان الماوس هنا. بس احنا بنسبة كبيرة امر موف ممكن منكتبش رقم قوي، ان انا بختار امر موف وابدا اعمل موف في اي اتجاه انا عايزه. طيب ده كده امر موف. في مثلا لو احنا عايزين ناخد كوبي من الشكل اللي مثلا ده، خلينا برضو على الشكل ده. طبعا لو في اي شكل مش عاجبنا هنيجي نعمل سيلكت وهاجي ادوس ديليت بالطريقه دي كده اهو ديليت مثلا. وزي ما اتفقنا لو حبينا نمسح الاشكال دي بندوس كنترول اي بيعمل سيلكت جول وهاجي ادوس ديليت. بس احنا ممكن نعمل سيلكت مثلا كده اهو بحيث نبدا نمسح. طبعا هنا الارك لما دخل في الدايره خلاص هاجي اعمل سيلكت وهاجي اختار موف واروح نتحرك لفوق كده. طيب ممكن نيجي للشكل ده برضو ان احنا عايزين ناخد منه كوبي. انا هاجي الاول هعمل سيلكت على الشكل السوماني، وبعد كده في امر هنا اسمه كوبي، او لو احنا كتبنا
سي او، هيجيب لي امر كوبي كده او اجي ادوس انتر، بعد كده هيقول لي كوبي سبيسيفاي بيس بوينت، هاجي ادوس من النقطه اللي انا عايزها مثلا كده او اخد كوبي كده وادوس كليك. طبعا ما ننساش احنا لو شغلنا الزاويه القايمه اهو، والكوبي بينفعنا جدا لو احنا هنعمل عمليه افراد لماكت معين. ممكن الغي برضو الزاويه القايمه وهبدا اخد كوبي زي ما انا عايز كده. هنخرج من الامر اسكيب، ولو حبينا نرجع بندوس سبيس اللي هي الماستره بيجيب لي امر كوبي. طيب نقطه كمان برضو، لو هنعمل امر موف ممكن ادوس ام او بيجيب لي برضو اهو تحت موف، وبعد كده اهو سيلكت اوبجكت هاجي اعمل سيلكت كده، وبعد كده لازم ادوس انتر، وبعد كده سبيسيفاي بيس بوينت وهبدا اعمل موف زي ما انا عايز. طيب في حاجه كمان، ان احنا مثلا لو عايزين الريكتانجل دوت اهو نخليه مثلا بدل ما هو بالطول نخليه بالعرض، ان احنا ممكن نعمل له روتيت. في الحاله دي ان انا بعمل سيلكت على الريكتانجل، وبعدين في هنا امر روتيت، يعني مجرد لما نقف كده اهو جايب ان الترابيزه كانت بالعرض وهي بقت بالطول. يعني انا لو مش عارف الامر بيعمل ايه باجي اقف على اجي اقف على الامر وهيقول لي الامر بيعمل ايه، فانا هختار روتيت. وهنا اهو روتيت سبيسيفاي بيس بوينت، ان انا همسك النقطه فين هدوس كليك هنا وبصوا بيبدا يعمل روتيت كده. طبعا ما ننساش انا لو شغلت الزاويه القايمه اهو بيبدا او على زاويه 90 كده مثلا، او لو احنا لو لغيناها كده طبعا هو الريكتانجل بقى بالعرض. ما ننساش هنيجي نعمل سيلكت. بصوا في نقطه مهمه، معظم الاوامر اللي في قائمه موديفاي ان انا بعمل سيلكت وباجي اختار روتيت او اختار الامر من الاوامر دي. طيب انا لما هاجي هنا ومثلا عايز اخليه يعني هنا مثلا سبيسيفاي روتيشن انجل، لان انا ممكن اعمل روتيشن بالزاويه، لو انا قلت له مثلا روتيت على 45، فبصوا 45 جه عكس عقارب الساعه، يعني عقارب الساعه بتبقى يمين، الروتيت عمل روتيت شمال. طيب انا لو عايز اعمل روتيت ناحيه اليمين هاجي ادوس كنترول زد، وزي ما اتفقنا هنيجي نعمل سيلكت وهاجي اختار روتيت، او ممكن اكتب ار او بيجيب لي امر روتيت. بس في اللحظه دي لما هاجي ادوس كليك كده بدل ما هكتب 45 هاجي اقول له سالب 45، فيبدا الروتيت جه معايا ناحيه اليمين زي ما اتفقنا عكس عقارب الساعه. طبعا لو حبينا نعمل روتيت باي شكل احنا عايزينه باي رقم على حسب التصميم بتاعنا مفيش اي مشكله، او ده كده اللي انا بس عايزه في امر روتيت. طيب احنا ممكن مثلا نيجي هنا هاجي مثلا ارسم لاين كده مثلا باي مقاس، وبعد كده هدوس انتر. لو انا عايز اعمل تكرار لللاين دوت على بعد معين، مش هنعمل له كوبي، انا عايز اعمل له تكرار على بعد معين، في عندي هنا امر اسمه اوفست. اوفست ده بيعمل تكرار لاي شكل انا عايزه. يعني بمعنى ايه؟ لو جينا وقفنا هنا اهو ده كده امر اوفست، وبيجيب لي ان انا كان عندي اللاين اللي هو رقم واحد ان انا اقدر اعمل له تكرار لللاين التاني. طيب زي ما اتفقنا ان في قائمه موديفاي ان احنا بنعمل سيلكت على الشيب اللي احنا عايزينه، وهاجي هقول له اوفست. لما اجي اختار اوفست كده اول حاجه هنا سبيسيفاي اوفست ديستانس، فانا مش هختار اي حاجه من دول، انا هاجي هدوس على اللاين كده، وبعد كده بيقول لي اكتب انا عايز اعمل اوفست قد ايه. يعني لو انا جيت مثلا قلت له اوفست 10 هاجي ادوس انتر، فعمل لي اوفست
رقم 10. بس خلي بالكو هو لسه كده اللاين ما تعملوش اوفست، لان احنا لو جينا بالماوس ناحيه الشمال او اليمين اهو لازم ان انا ادوس كليك. يعني لو خرجنا من الامر وحبينا نرجع له هاجي ادوس مسطره كده، فانا كده لسه جوه الامر. هاجي ادوس سيلكت اللاين وبعد كده اخش يمين ولازم اكتب الرقم اللي انا عايزه. لو قلت له اوفست مثلا على 50 لازم الاول ادوس سيلكت، ابص كده على بعد 50 او الناحيه الثانيه 50. نقطه كمان، احنا لو عايزين نعمل اوفست تكرار كذا مره ورا بعض، يعني مثلا لو في هنا خطوط كتير جدا راسيه، احنا ممكن نمسح دول كده او سيلكت وهاجي ادوس ديليت. هنيجي نعمل سيلكت كده واروح مختار اوفست وهاجي هدوس على اللاين كده، وبعدين هكتب البعد اللي انا عايزه في الاول. هاجي اقول له مثلا على بعد 30 اهو. ما ننساش ان انا لازم ادوس كليك. طبعا لو عايز اعمل تكرار تاني هضطر ان انا ادوس سيلكت وادوس هنا، بس كده انا هضطر ان انا ادوس كليك كتير جدا. عشان نعمل تكرار كتير جدا في خطوه واحده، اول حاجه وانا لسه جوه الامر هاجي اعمل سيلكت كده. بس قبل ما ادوس سيلكت بره، في حاجه عندي تحت هنا اسمها مال تيبل. مال تيبل دول لما اجي هدوس عليها وانا من بعيد كده، او بصوا 30 60 90 120 150 اهو، بيبدا يعمل تكرار على نفس البعد اللي انا حددته. يعني هاجي هدوس انتر ونخرج من الامر. ممكن نجربه برده تاني لو احنا هنخلي الخطوط دي تبقى عباره عن شبكه. هاجي هختار لاين كده، هاجي هعمل سيلكت وهاجي ادوس كده، وبعد كده هدوس انتر. لو حد حابب يحرك اللاين ده لفوق فخلاص هنيجي نعمل سيلكت وهاجي اختار موف سيلكت على اللاين اهو. طبعا انا عشان مشغل الزاوية القايمة فمش هتحرك معايا غير افقي او راسي، فاحنا ممكن نطلع كده لفوق اهو. عشان نعمل تكرار تاني هاجي ادوس سيلكت وهاجي اختار اوفست، وما ننساش اول حاجه لازم اعمل سيلكت على اللاين، وبعد كده هنزل تحت وهكتب البعد اللي انا عايزه. هاجي اقول له 20 كده اهو. لو دوست كليك انا لسه جوه الامر على بعد 20 برضو، هاجي ادوس كده بيبدا 20. علشان نجيب المالتي تيبل اللي هي بتعمل تكرار كتير هاجي ادوس سيلكت وهاجي ادوس مالتي تيبل كده، وبعدين هاجي ادوس تحت يبدا يعمل لي خطوط على بعد 20 سم. طبعا ممكن يكمل لتحت كده. واوفست دي مهمه جدا عشان لما هنيجي نرسم اي حاجه ليها سمك او على بعد معين فهاجي ارسم اوفست. طيب احنا مثلا عندنا خطوط زياده وحبينا ان احنا نمسحها او نقطع الخطوط دي، تمام كده. طيب في امر عندي اسمه تريم. تريم ده بيقطع الخطوط الزياده. يعني احنا لو جينا نشوف شكله موديفاي اهو، شكله على شكل المقص كده في الشكل الجديد بتاع اوتوكاد 2021. طبعا بصوا هنا ان كان في الخط بتاع الباب كان كامل للاخر، بس هنا في 3 و4 الخطوط دي اتمسحت. طيب التريم ده نستخدمه ازاي؟ احنا ممكن نستخدمه ان انا اكتب الامر. هاجي اقول له تي ار، او بصوا جايب لي كلمه تريم، هاجي ادوس انتر ان انا اختار الامر. بس انا لو جيت وقفت هنا بصوا بدا يمسح اهو. يعني بصوا بيجي هنا ويجي علامه اكس ويبدا يمسح. بس في نقطه كمان، بدل ما امسح كل الخطوط دي انا ممكن ادوس سيلكت بره اهو، بصوا كده بيبدا يمسح كذا لاين معايا. بس طبعا هنا الشكل التليم لما بيخرج بره اللاين مش بيمسح، يعني مثلا كده مسح اللاين. ممكن اجي ادوس كده بصوا بيبدا يمسح الخطوط دي. طبعا هو هنا اهو بصوا
بيبدأ يمسح الخطوط. فأنا هدوس كده أهو، هاجي مثلا هنا في نسخة الكاد العشرين سبعتاشر ما كانش بيمسح اللاين ده بتريم، كنا لازم نعمل سلكت وندوس ديليت. يعني بمعنى ايه؟ لو دوسنا كنترول زد كده اهو، اللاين ده ما كانش بيتمسح بتريم، كنت لازم اعمل سلكت وهاجي اقول له ديليت. زي ما اتفقنا احنا لو عايزين نمسح اي اشكال احنا مش عايزينها، اي خطوط، هاجي ادوس تريم تي ار، هاجي اقول له انتر وهاجي اعمل سلكت كده. انا مش عايز الخطوط دي، ممكن نلغي الشبكه عشان ما تضايقناش كده لو احنا حابين يعني. اهو بصوا كده، وهاجي مثلا اقول له امسح لي الخطوط دي. طيب انا ممكن كمان امسح اللاين ده، وممكن امسح اللاين ده. اهو بصوا اي لاين عندي هيتمسح بامر تريم او كده مثلا. ممكن امسح اللاين ده مثلا كده او زي ما انا حابب. او يبقى هنا ترم بيقص الخطوط اللي انا مش عايزها. طيب نقطة كمان، لو انا حبيت مثلا ان الخطوط دي ارجعها تاني، يعني مثلا حبيت ان اللاين دوت يكمل للاخر، في عندي امر اسمه اكستند. اكستند لو احنا جينا فتحنا السهم ده هبصوا امر ده تريم بيقص، وهنا اكستند بيزود الخطوط اللي هي اتقطعت. طيب في الحاله دي احنا هنيجي ندوس اي اكس سكرين شوت الامر، يعني هاجي ادوس اكستند وهاجي هدوس انتر. ولو انا جيت وقفت هنا اهو بصوا، مجرد بس ما هقف بيقول لي ان اللاين هيكمل كده. بس خلي بالكو ان اكستند لازم يقابله خط قصاده عشان يكمل. يعني بمعنى ايه؟ انا لو جيت اقف هنا مش هيكمل، لان مفيش حاجه ناحيه اليمين، مفيش لاين قصاده. بس لو جيت وقفت هنا اهو، اكستند لازم يقابله خط علشان يكمل معايا. فانا لو جيت وقفت هنا ودوست كليك، وهنا كليك، وهنا كليك اهو، او ممكن ادوس واسحب لتحت كده بيبدأ يكمل. طيب في بقى ميزة حلوة جدا ما بين تريم واكستند، انا كده جوه اكستند فكده هيطول طبعا عشان ما فيش خط قصاده وما فيش لاين هيكمل. لو انا لسه جوه اكستند وفضلت دايس شيفت، او جيت دوست على شيفت وخليت دايس شيفت، بصوا هاجي هنا بيعمل ايه بقى؟ بيمسح كده اهو. لو انا سبت الشيفت وجيت وقفت كده اهو بيكمل، بس شيفت هيمسح اهو. طيب احنا لو جينا مثلا نخرج من اكستند وهاجي ادوس تي ار او تريم انتر كده هيمسح. طب لو جينا بقى ندوس شيفت بصوا بيكمل اهو، تريم عكس اكستند اهو كده، انا دايس شيفت وانا جوه تريم فبيكمل اهو كده كده بيكمل. لكن لو سبت الشيفت هيبدا ان هو يمسح معايا اهو كده. هاجي ادوس اهو كده. هنا بقى دوت لازم اخرج من الامر، اعمل سيلكت وادوس ديليت. يبقى احنا كده خلاص اخدنا الموف واخدنا كوبي وروتيت واخدنا اوفست وترم واكستند. طيب نقطه كمان، هنيجي مثلا ممكن نرسم اي شكل مثلا كده، بس ممكن نلغي الاورثو اهو كده مثلا وندوس انتر. ولو حبينا نرسم ارك هنا هاجي اختار الثلاث نقط اهو. ميزه بقى الاوبجكت سناب اللي احنا فعلناها اهو، ان انا ممكن اجيب ادي نقطه وادي الثانيه اهو كده مثلا. ده كده مثلا شكل. ولو انا حبيت اخد نسخه منه، يعني بمعنى ايه؟ اكن انا واقف قدام مرايه فيبقى معايا نسخه قصادي، في عندي امر اسمه ميرور. لو جينا وقفنا هنا بصوا كده اهو، مثلثين جنب بعض لو وقفنا عليه شويه،
بيجيب لي هنا نص الشكل اللي احنا رسمناه، وبيجيب لي نص التاني اللي هو بيعمل ميرور اكنه واقف قدام مرايه. يعني زي ما اتفقنا معظم الاوامر في قائمه موديفاي لازم اعمل سيلكت كده، واجي اختار ميرور، وبعدين بيقول لي ميرور سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور لاين. فانا لو جيت مثلا دوست كليك على اللاين ده، بصوا بيعمل ايه اهو. طبعا هو بيشتغل بشكل عشوائي، لو انا جيت فعلت الزاويه القايمه اهو، بصوا كده اهو. طيب لما هاجي ادوس كليك، في هنا بقى بيقول لي ايرث اوبجكت، يعني مثلا ان انا عايز اعمل ميرور واسيب النسخه القديمه، ولا اعمل ميرور وامسح النسخه القديمه. لو انا جيت قلت له مثلا يس، هو مسح النسخه القديمه. لو دوسنا عشان نرجع للامر واجي ادوس سبيس مسطره كده اهو كده مثلا اهو، هاجي ادوس انتر، وهاجي ادوس سيلكت على النقطه دي اهو، بصوا كده هدوس كليك، بس المره دي هقول له نو فبيتساب زي ما هو. يعني نستنتج من امر ميرور ان انا لو عندي رسمه على اتزان متماثل اليمين زي الشمال، ممكن ارسم نص الرسمه اليمين او الشمال وهبدا اعمل لها ميرور. طيب في عندي امر تاني، لو جينا رسمنا مثلا ريكتانجل كده اهو، في عندي امر اسمه استرتش اللي هو بيشد الاشكال او بيكبرها. يعني احنا جينا نعمل سيلكت، وهاجي اقول له استرتش، وهاجي ادوس كده، بصوا لو لغينا نزور قايمه، بصوا الاسترتش بيعمل ايه اهو كده مثلا. لو دوسنا برده سيلكت واخترنا استرتش، ممكن نيجي من النقطه دي اهو، برده سبيسيفاي بوينت، هاجي ادوس كده اهو، ممكن اعكسه الناحيه التانيه. ده كده امر استرتش. طيب في عندنا امر سكيل. سكيل لو انا مثلا ممكن ارسم، يعني ممكن ناخد الشكل دوت، هاجي اعمل له مثلا موف، ابعدهم كده اخليه مثلا هنا، ولو انا عايز اكبر الشكل دوت شويه، او ساعات لما تيجوا بتطبعوا في الكليه او بتعملوا ماكتات، ما بتعملوش الماكت بسكيل واحد لواحد، او في الطباعه ما بتبقاش سكيل واحد لواحد، بتبقى واحد ل20 او ل50 او واحد لخمسه، ان المقاس بيتضرب في نفسه 10 مرات، يعني بيصغر مش بيكبر. يعني مثلا هاجي اعمل سيلكت مثلا كده، واجي اختار سكيل اهو. طبعا هو شكله ريكتانجل صغير وجواه ريكتانجل كبير، بحيث ان هو بيكبر الشكل، هاجي اختار سكيل، وهنا بيقول لي سكيل سبيسيفاي بيس بوينت. طب انا اجي وافتح عند النقطه دي، بصوا بيعمل ايه اهو، بيبدا يظهر او يكبر. ممكن اعمل سكيل برقم، ممكن اعمل سكيل برقم، قلت له مثلا سكيل 2 فكبر اهو كده مثلا، سيلكت حاجه ادوس، ممكن اختار برضو الامر اكتبه بالسكيلين بتاعه اس سي اللي هو سكيل كده، وهاجي ادوس كده اهو، بيبدا اللاين او المجسم يكبر معايا بالشكل ده. طيب في نقطة كمان، لو أنا عايز مثلا، لو هنيجي نرسم لاين مثلا كده أهو، وهاجي أقول له مثلا، بس هنشغل الزاوية القايمة، أقول له مثلا اللاين دوت كان 50 متر أهو كده مثلا أهو، ولو أنا عايز أتأكد إن اللاين دوت مقاسه 50، هاجي هنا بصوا في الدايمنشنز هنا في اللاينر كده، لو دوسنا هنا وبصوا، هاجي اقف هنا ادوس كليك، وهاجي اقف هنا واطلع لفوق كده، بصوا كده بيجيب لي المقاس اللي انا عايزه، بحيث ان البلانات يفضل ان يكون مكتوب فيها الدايمنشن بتاعها اهو. بس احنا مثلا ممكن نعمل نمسح مثلا دول، او ممكن نخليهم بحيث ان احنا نراجع عليهم تاني كده مثلا. لو احنا حبينا مثلا ان المقاس بتاعه يكبر شويه اهو، يعني المقاس كده مش حجمه قليل جدا،
وفي نفس الوقت لو انا مش عايز الخطوط اللي طالعه في الجنب دي. طيب في عندي حلين، ان انا ممكن الخطوط دي افصلها من بعض. لما باجي اعمل سيلكت في امر هنا اسمه اكسبلود. اكسبلود ده بيفجر الشكل، يعني اللوجو بتاعه اصلا ان هو كان ريكتانجل واتفرق عن بعض. لما هاجي ادوس اكسبلود، فبصوا لما اجي هنا خلاص اللاين ده بقى لوحده، او ادوس ديليت، هاجي ادوس كده وديليت. بس انا بالطريقه دي لو انا حاطط دايمنشنز كتير قوي في البلان اكيد هاخد وقت طويل جدا لو انا عملتها بنفس الطريقه دي. يعني اللي نستفيده من الاكسبلود هنا ان لو احنا جينا مثلا في الرسمه دي اللي هي عملناها بالبودي لاين، لو نفتكر اهو، لو انا عايز افك او اعمل انفجار للخطوط دي هاجي ادوس سيلكت وهاجي اقول له اكسبلود، فجر لي بقى الشكل ده كده. فبصوا كده خلاص ده بقى لوحده وده بقى لوحده اهو. فعادي لو احنا اشتغلنا بامر بولي لاين ممكن ان انا افك الخطوط دي بامر اكسبلود. طيب احنا نيجي مثلا هنا، خلاص هنا انا عندي خط افقي. طيب لو انا عايز اعمل خط بزاويه معينه، بصوا بقى هنا جنب الارسو في عندي البورل هنا الزاويه. بس اول حاجه بنفتح السهم كده عشان انا احدد الزاويه اللي انا عايزها، مثلا يعمل على زاويه 15 30 45، زاويه مثلا 18 من 23 30 60 او 90. يعني لو اخدنا مثلا زاويه 30، او بصوا الاثنين عكس بعض، الارسو ما ينفعش يشتغل مع الزاويه. طيب انا اشتغلت فعلت الزاويه، هاجي اختار اللاين كده وهاجي ادوس كليك، او بصوا ده هنا الصفر. لما هطلع فوق كده بالماوس بصوا في هنا الرقم اللي في الريكتانجل ده بيتحرك معايا، اللي هو كل ما ازود بصوا ده هنا لما جه على الريكتانجل الاخضر بقى كام؟ 30. فممكن اجي اقول له اللاين دوت اخليه على زاويه 30 والطول بتاعه يبقى 60 كده مثلا. طيب ولو جيت كده بصوا بقى على 30. طيب ليه احنا عملنا بالزاويه المايله؟ عشان ان انا عندي لو فتحنا السهم بتاع الدايمنشنز هنا ممكن اقيس خط مايل، او ممكن اقيس زاويه، او ممكن اقيس القوس الطول بتاعه، او الراديوس او القطر. يعني بمعنى ايه؟ انا هاجي لو احنا جينا نقيس الخط المايل دوت اللي هو كان 60 باللينر العادي، هاجي مثلا كده وهاجي كده بصوا كده بقى 51، مش هيديك المقاس الحقيقي. في الحالة دي لما هندوس سيلكت ونيجي ندوس ديليت اهو، هنيجي نختار الزاوية المايلة كده، وبعد كده هاجي هدوس هنا وهاجي ادوس كده وهبعد كده ابص بقى ايه؟ بقى 60. طيب لو احنا مثلا عندي دايرة مثلا كده اهو، ولو انا مثلا هرسم لاين بزاوية مثلا، يعني هيمشي لاين مثلا كده والزاوية دي مثلا جت كده 60 مثلا، لو انا حبيت اعرف الدايرة دي نص قطرها او قطرها كام، او ان انا اشوف الزاوية هنا، فانا خلاص هاجي افتح كده هاجي اقول له اختار لي الزاوية دي، هاجي ادوس هنا كليك وهاجي هنا بصوا كليك، فبيبدا يجيب لي الزاويه الستين بتاعتي كده. طب لو انا عايز اشوف النص قطر او القطر خلاص هاجي ادوس هنا واختار الدايره، هاجي ادوس كده ابصوا هنا دي الدايره النص قطرها 15 اللي احنا عملنا قطرها 30 اهو. لو انا مثلا عندي ارك ما بين ثلاث نقط كده مثلا اهو، وهاجي هنا هدوس هشوف مثلا الارك لينس الطول بتاع الارك، هاجي ادوس كده وهاجي بص واطلع فوق بيجيب لي ان الارك دوت الطول بتاعه 55. طيب احنا هنا مثلا المقاسات حجمها صغير جدا وانا مش عارف اكبر المقاس بتاعه، يعني احنا ممكن مثلا نمسح اللاين دوت اهو كده
وهاجي هختار المقاس العادي وهاجي امشي كده. طيب لو انا بقى عايز اعمل تعديل في المقاسات دي، ممكن اجي ادوس حرف الدي فهيجيب لي كلمه دايمنشنز، هاجي ادوس انتر اهو. ده كده طريقه، او ان انا مثلا هاجي من الدايمنشنز هنا وبعدين هنيجي هنا الدايمنشنز كده. طبعا هنا لو هنشوف مقاس، او ان احنا ممكن مثلا نيجي هنا نختار اهو كده، وهاجي اقول له دايمنشن ستايل، يعني عندي 30 على حسب زي ما انتم حابين. هاجي ادوس حرف الدي وهاجي اقول له دايمنشنز. في هنا اعدادات برضو في المقاسات، ان احنا ممكن نيجي عشان نعدل في المقاسات، هاجي ادوس على موديفاي كده بالشكل ده، ونيجي نشوف نمشي خطوة خطوة ونشوف ايه اللي ممكن نعدله. طيب في اللينس هنا، ان انا ممكن لو انا جيت مثلا لو لغينا كده، بصوا هنا في الديم لاين كده ممكن اشيل السهم ده بس اهو، في الديم لاين 2 ممكن اشيل اللي فوق او ممكن الغي الاثنين، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نلغي الاثنين، فاحنا بنسيبهم زي ما هم. وان احنا مثلا لو جينا نشوف في الاكس لاين كده، بصوا بيعمل ايه؟ بيمسح لي اللاين ده، يعني انا بدل ما كنت برسمه واضطر اعمل له اكسبلود، لا انا هاجي ادوس كده اهو بحيث الخطين دول يتمسحوا اهو، بدل ما اعمل له اكسبلود لا انا هقول له الغي لي الخطين دول. ده بس هنا اللي بحتاجه في اللينس كده. لو احنا جينا نشوف القايمه اللي بعدها، في عندي اشكال كتير من السهم دوت، يعني مثلا لو جينا نفتح الفيرست كده واخترت مثلا السهم ده، بصوا اتغير، يعني ممكن اختار مثلا المايل، او ممكن اختار مثلا الحاجه اسمها اوبن السهم ده او كده مثلا، او كل الاشكال دي اللي هي بدايه ونهايه الدايمنشن، ممكن حد يخليها بوكس، بس ممكن نخليها مثلا مايله كده. وفي نفس الوقت ان انا عندي هنا في الارو سايز، ان الشطفه دي الخط المشطوف ليه مقاس، يعني هو مثلا هنا بوينت واحد، انا مثلا قلت له خليه 2، بصوا كبر ازاي. طب لو قلت له مثلا 1 برضه هو كبير، في الحاله دي لازم اقول له مثلا 0.2، او لو قلت له مثلا 0.1 بصوا صغر، لان بتفرق لو انا شغال بالمتر او بالسنتي. فاحنا ممكن نسيبه 0.1. نيجي نشوف في التكست هنا، ان انا ممكن اتحكم في حجم المقاس، يعني احنا لما كنا شفنا المقاس بتاع ال 50 كان حجمه صغير جدا، فانا اكيد مش هعمل له سكيل. انا عندي هنا في التكست هايت هنا هي مكتوبه 0.1، لو انا مثلا حبيت اقول له رقم 3 مثلا، بصوا كبرت ازاي. طب احنا ممكن نكبرها اكتر، ممكن هاجي اقول له مثلا 10، بصوا بقت كبيرة. طيب أنا عايز بس أوريكم شكلها وهي كبيرة، 60، بصوا بقت كبيرة جدا. فاحنا هنا ممكن نخليها مثلا 10 كده. ده بس اللي بحتاجه في التكست. لو جينا نشوف قايمة الفيت، ما بنحتاجش فيها حاجة خالص. بنيجي في القايمة اللي بعدها، إن هنا مثلا ظهر لي إيه؟ الطول 66.4167، لو انا عايز اقرب النسبه، يعني مثلا عايز اقول له مثلا 66 متر و4 من 10، فانا عشان اقلل الارقام دي ان انا اقرب لاقرب نسبه يعني، فانا هاجي هنا بص لو اخترت مثلا 0.0 بقت 66 بوينت رقم واحد، لو زودنا صفر تاني او بوينت 42، لو زودنا تالت او لو زودنا كتير جدا، بس الافضل ان احنا بنسيب الصفرين او ان احنا بنسيب الصفر، يعني لو احنا شغالين بالمتر ممكن نسيبها 0.0، لو بالسنتي 0.00. طيب ده بس اللي انا بحتاجه من التكست دايمنشنز هنا. اكيد هاجي ادوس اوكي وهاجي اقول له كلوز، بصوا ايه اللي حصل، المقاس كبر وبقى واضح جدا كده اهو، يعني عشان لو حابين نصغره اكتر هاجي ادوس خلاص دي اهو دايمنشنز، اخش على موديفاي وبعد كده
هنيجي في التكست ان 10 دي كتير جدا، فانا ممكن اقول له مثلا خليها لي 5 او كده صغير. هاجي ادوس اوكي، وبعد كده هاجي اقول له كلوز. بص صغر بقى بالشكل دوت. طيب في حاجة كمان، لو احنا حابين مثلا نكتب تكست، نكتب اسامي الفراغات، يعني مثلا بيدروم، نكتب اسم الفراغ في البلان. في عندي التكست هنا، لو فتحنا السهم كده في عندي التكست الاولاني وفي السنجل لاين. ايه الفرق بينهم؟ ان انا هاجي في التكست كده اهو، لازم ادوس كليك وهبدا اسحب كده وادوس تاني، ابدا مثلا اكتب الكلام اللي انا عايزه. ممكن اقول له مثلا يعني اوتوكاد كده مثلا، ولو جيت لا كده كاد اهو، لو دوست انتر بيبدا ينزل سبيس تحت علشان القيمه دي تظهر او الكلام اللي انا كتبته يظهر. بعد ما بكتب اوتوكاد هاجي اخرج من زرار اسكيب اللي فوق خالص على الشمال اهو، بس هنا بيقول لي do you want to save your text، فطبعا هقول له yes، هاجي ادوس yes كده. فخلي بالكو ان الكلمه اتكتبت بس حجمها صغير جدا اهو اوتوكاد، يعني تجربها تاني اهو تكست، هاجي ادوس سيلكت وسيلكت هنا، وهاجي برضو اكتب مثلا اي حاجه، مثلا اي حروف كده مثلا. وزي ما اتفقنا في التكست العاديه لازم اخرج بسكيب ولازم ادوس يس اهو. بس احنا لو عملنا زوم اوت او حجمها صغير جدا، في الحاله دي ممكن نعمل لها ايه بالظبط؟ نعمل لها سكيل، اعمل سيلكت كده وهاجي اقول له اس سي، هدوس انتر، وبعدين هدوس كده ابص واكبر، تبدا الكلمه تكبر معايا. ممكن اعمل سكيل تاني، او ممكن ان انا اكتب رقم. لما اجي اقول له هنا بيقول لي سبيسيفاي بيز بوينت، هاجي ادوس كده وانا بمشي في رقم بيظهر معايا، اللي هو لو وقفنا بوينت 16 لو قلت له مثلا كبره على 5، فبصوا الكلمه بدات تكبر اهو. لو دوسنا عليها دبل كليك ممكن ان انا اغير في الكلمه نفسها. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين السنجل تكست؟ في السنجل تكست مش بعرف اغير في الكلمه، يعني لو دوسنا مثلا كده اهو ممكن اكتب الكلام اللي انا عايزه وادوس انتر اهو، هاجي اعمل لها موف مثلا اهو، بس هاجي ادوس عليها دبل كليك بتتعاد من الاول اهو كده. بس السنجل تكست برضو فيها ميزه، لما هاجي اختارها مثلا كده اهو ادوس انتر وانتر تاني، هبدا اكتب اللي انا عايزه وادوس انتر، او ان انا ادوس اسكيب اهو. ممكن اكتب اصلا اي فراغ مثلا اهو، هاجي ادوس انتر، ممكن اقول له مثلا الفراغ دوت بيدروم كده مثلا بالشكل ده اهو. سوري احنا ما دوسناش انتر اهو كده مثلا بيت روم اهو، اتكتبت بالشكل ده. طبعا لو حجمها كبير ممكن اعمل لها اسكيب. طيب في عندي مثلا، لو احنا عندنا حابين نعمل فلت او اتشامفر، فلت اللي هو كيرف، يعني لو انا عندي مثلا ريكتانجل كده اهو، وعايز بقى اعمل هنا فلت كيرف كده، لو احنا جينا هنا بصوا في امر اسمه فلت، افتح السهم ده فلت او تشامفر، فانا هاجي اختار فلت. طيب في الحاله دي ظهر لي تحت هنا الريديوس، لما اجي اختار ريديوس هاجي اقول له الريديوس بتاع الفلت انا عايزه كام، لو قلت له مثلا خليه لي 5 وادوس انتر، بص بقى بيقول لي ايه، سيلكت فيرست اوبجكت، يعني سيلكت الخط الاولاني، اقول له اهو ادي الخط الاولاني. طيب سيلكت سكند اوبجكت، اعمل سيلكت على الخط الثاني. مجرد بصوا لما اقف كده، بس هي بصوا اهو كده، هاجي ادوس كليك. طيب نعيدها تاني، نجربها تاني، هنيجي مثلا ممكن ندوس سيلكت على الفلت وهاجي اقول له ديليت. في نقطه كمان، بدل ما اعمل ديليت انا ممكن لما اعمل سيلكت، ولو جينا وقفنا هنا
امر الايرس كده، هاجي ادوس سيلكت اتمسح. ده بستخدمه لو مثلا زرار الديليت مش شغال معايا في الكيبورد، هاجي ادوس كنترول زد مثلا كده اهو سيلكت، او ممكن اختار الامر نفسه وهاجي اقف كده. بصوا هنا بيمسح الشكل مش بيعمل تريم، بيمسح الشكل كده اهو، او سيلكت وهيرس اتمسح. طيب هنيجي نجرب فيلت تاني. اول حاجه هنختار فيلت، او يعني حتى لو وقفنا كده على الامر بيجيب انه بيعمل كير، هاجي اختار فيلت. اول حاجه لازم اختار الريديوس، وهاجي اقول الريديوس مثلا خليه 30. طيب هنا سيلكت فيرست اوبجكت، او سيلكت سكند اوبجكت، مجرد لما اقف كده اهو بصوا. طيب هنا بقى ممكن اعمل له تريم او تي ار اهو. طيب انا ممكن ارسم الفيلت وانا عامل تريم، ممكن لو جينا ندوس كنترول زد كده اهو، هاجي اختار فيلت اهو. بصوا بس قبل ما اكتب الريديوس هاجي عند كلمه تريم كده وهاجي اقول له تريم، لو قلت له نترم مش هيعمل تريم، فانا هاجي اقول له تريم. اخترت تريم، اروح مختار ريديوس وهاجي اقول له بدل ما الطول كان الفيلت كان 5 ممكن اخليه مثلا 30. بعد كده سيلكت فيرست اوبجكت وهاجي ابص للسكند كده، ابص بيعمل ايه، بص بيعمل ارك وبيعمل سوري فيلت وبيعمل تريم. ده بس اللي محتاجه من الفيلت. طيب في عندي الشامفر اللي هو الخط المشطوف، هنيجي ندوس على السهم كده واجي اختار الشامفر. بس الشامفر هنا بقى هاجي اختار الانجل كده، وبعد كده بيقول لي طول اللاين، او يعني بصوا سبيسيفاي الشامفر لينس الطول، هاجي اقول له الطول مثلا 50. وبعد كده بيقول لي سبيسيفاي الشامفر انجل، لازم اكتب بقى الزاويه اللي انا عايزها، لو قلت له مثلا زاويه 45 اهو. بعد كده بيقول لي سيلكت فيرست لاين، هاجي ادوس هنا. وبعد كده بيقول لي سيلكت السكند لاين، بصوا كده اهو بالطريقه دي كده مثلا. طيب هو هنا عمله وعمل تريم، ممكن يعمله من غير تريم؟ ممكن. لو جينا مثلا هنا هاجي اختار الشامفر، بس قبل ما اختار الانجل هاجي عند كلمه تريم وهاجي اقول له نو تريم، لان هو عمل لي تريم في الاول، هاجي اقول له نو تريم كده. وبعدين هاجي اختار الانجل، هاجي اقول له الطول اللي هو اللينس هنا، ممكن اقول له مثلا خليه 80. بعد كده هكتب الزاويه اللي انا عايزها، لو قلت له مثلا خليها لي على زاويه 60 وادوس انتر. بعد كده سيلكت فيرست لاين، وبعد كده هاجي اقف على السكند لاين. بصوا اهو عمل لاين بزاويه 60 وما عملش تريم. ده كده بس اللي انا محتاجه في الشامفر او الفيلت. طيب في نقطه كمان، ان احنا مثلا لو حبينا نرسم خطين مع بعض، يعني بدل ما كنا بنرسم لاين ونعمل اوفست، ان احنا مثلا عايزين نرسم محاور، يعني بمعنى ايه؟ ان في اشكال من الخطوط. لو احنا جينا على بوي لاين هنا، سوري الباي لاير كده، وانا ما عنديش غير خط واحد بس، لما هاجي هدوس اذر كده وهاجي ادوس لود، في عندي اشكال كتير من المحاور دي بتنفعنا جدا في الرسم المعماري. فاحنا ممكن نختار مثلا فانتوم 2 او اي شكل من دول، يعني هدوس اوكي فاللاين بينزل هنا. طيب انا لما هاجي هشتغل هدوس اوكي، بس قبل ما اختار امر لاين لازم اجي هنا واختار اللاين اللي انا بقى عايز ارسمه كده مثلا، بحيث لما هاجي اختار لاين هاجي ادوس كليك هدوس انتر. طيب هاجي اعمل كده زوم اهو اللاين، بصوا اهو كده اهو، ده كده شكل الفانتوم اللي احنا عايزينه. طيب لو احنا عايزين نكبر البعد بتاعه، بدل ما انا مثلا بعيد كده وحاسس ان هو لاين عادي، في الحالة دي ممكن نيجي عند اذر هنا
وفي هنا في ال... يعني هنا مثلا في قائمة اسمها شو ديتيلز اهو، هاجي اقول له مثلا خلي لي دي تكون مثلا 10، وتحت هنا برضو خليها لي 10. لما هاجي ادوس اوكي اهو بدأ يعني يكبر شوية. لو احنا حبينا مثلا نكبر شوية، لو نرى مثلا 30 وهنا برضو 30، هنيجي ندوس اوكي ابص فكبر اكتر كمان. طيب احنا في الحالة دي لو جينا مثلا ممكن نمسح دول كده او سيلكت، او ممكن نخليهم بحيث ان احنا نراجع. يعني لو انا مثلا عندي اي لاين اهو كده مثلا، نعمل زوم او نشغل الاورسو كده مثلا اهو، طبعا هنا حجمه اتغير. ليه بقى؟ لان احنا لما رسمناه من شويه كان طوله كبير جدا وزودنا الرقم. بس انا هاجي هنا في الازر كده وهقول له لا، بدل ما دي 30 خليها لي مثلا 5 بالشكل ده كده. او ان احنا ممكن مثلا نمسحه ونيجي نخليه مثلا 3 و3. لما نيجي نختار اللاين كده ابص بدأ يتقطع معايا، فانا هقول له مثلا اللاين ده مثلا 200 اهو، بصوا كده اهو. وعايز مثلا اعمل محاور، يعني هعمل سيلكت، هاجي اقول له اوفست مثلا كده اهو، سوري سيلكت اوفست، هاجي ادوس كده اهو وهبعد مثلا كده. فانا اخدت كوبي من المحاور دي علشان احنا لو حابين نعمل خطين مع بعض في المحاور. في الحالة دي بقى في امر هنا اسمه مالتي لاين. مالتي لاين دوت بتجيبه ازاي؟ لما اجي ادوس ام ال اهو مالتي لاين، هاجي ادوس انتر. اول حاجة ان انا لازم اكتب المسافة ما بين الخطين، يعني السمك بتاع الحيطة. فانا مثلا لو قلت له السمك مثلا، او ممكن نجرب مبدئيا اي رقم دلوقتي مثلا 20، بصوا بيبدا يعمل خطين كده. طيب انا بقى ابص اهو بيبدا يشتغل كده اهو اهو. بس انا لو عايزه ان انا اشتغل في المحاور هنا، فخلاص هاجي ادوس ام ال اهو مالتي لاين، هاجي اقول له سكيل، وهو هنا كان كاتب لي 1، ممكن اقول له مثلا خليه 3. وبعد كده انا عايز ابدا من السنتر هنا، الخطين يجوا في السنتر، لازم اختار حاجه اسمها جاستيفيكيشن كده. لما اجي ادوس هنا اهو بيقول لي التوب ولا الزيرو ولا البوتوم، يعني تبدا من اليمين ولا من الشمال ولا من زيرو. فانا هاجي اقول له زيرو كده، بحيث لما اجي اقف كده وهطلع بصوا عامل خطين اهو كده. هاجي مثلا كده لحد هنا مثلا، واروح نازل وامشي كده اهو، هاجي كده. بس لما هاجي في الاخر هنا ما ينفعش ادوس كليك، انا هاجي ادوس سي وادوس انتر اهو كده، قفل لي الخطين تاني. يعني لو عايزين نجربها تاني هنا هاجي ادوس ام ال مالتي لاين، لو بنفس السكيل اللي احنا عايزينه اللي هو التلاته، فانا مش هكتب سكيل، هاجي اقول له جاستيفيكيشن كده، وهاجي اقول له زيرو، وهاجي من هنا اهو. هنا بقى مش هينفع ادوس سي، انا هدوس سيلكت اهو، بس هاجي ادوس اسكيب بقى اهو كده مثلا. طيب حبينا ان احنا لازم نمسح الخط ده بتاع الحيطه، هنا لو اجي ادوس تريم تي ار انتر وسبيس مفيش حاجة. ليه؟ أنا دوت بولي لاين، لازم أعمل سيلكت وأجي أقول له اكسبلود، فجر لي الشكل دوت بحيث يبقى ده لاين لوحده. لما أجي أقول له تريم أهو كده بدأ يمسح، لأن لازم ما بين تقاطع الحتة تكون الجزء ده مفرغ أهو. طيب في عندنا حاجة كمان، إن أنا مثلا عندي الأري، يعني جيت ارسم مثلا ريكتانجل
كده اهو بنفس الخطوط المتقطعه الداش اسمها داش لاين سيلكت، هاجي اقول له بولر او سوري ده ريكتانجلر اري ان في ثلاثه اهو، بصوا زود لي كده. طيب انا مثلا هنا عمل لي اربعه، فانا ممكن اجي هنا ازود اقول له مثلا خمسه، فبصوا زود واحد تاني، هاجي اقول له في الطول خليه مثلا اربعه، فزود واحد تاني. هنا بقى المسافات اللي ما بينهم دي مثلا 115، هاجي اقول له لا خليه مثلا 50، فبصوا قال له فداخلوا في بعض، هاجي اقول له مثلا لا خليه 150 اهو، فبعده. هنا الارتفاع البتوين بدل 140 ممكن يكون مثلا 80 اهو، فبعده. او ممكن مثلا لو خرجت من الامر كده وعملت سيلكت، ممكن اجي من السهم ده اروح مقلل او ازود كده مثلا، او اجي كده ازود من السهم ده لفوق اهو، بيبقى حاجه زي الكوبي بس بيتكرر على انا اللي بحدد المسافات. يعني هو هنا بقى 8 وهنا 5 اهو، البعد 150 في 80. طيب في عندي حاجه تاني، لو انا عندي لاين مثلا كده اهو، وهاجي مثلا هاجي ارسم دايره كده مثلا، ممكن نعمل سيلكت نعمل لها موف تيجي لفوق اهو. في الحاله دي بقى هاجي اختار حاجه اسمها باث اري، ان انا هاجي ادوس هنا وادوس كده واروح دايس انتر. طيب مفيش حاجه حصلت ليه؟ لازم اعمل سيلكت وهاجي اقول له باث اري وهاجي ادوس كده اهو، سيلكت على الدايره باث اري وسيلكت على المسار نفسه. هنا هو عمل اهو تكرار، ممكن انا اتحكم فيه بالسهم كده اهو. طيب في حاجه كمان، لو انا عندي مثلا دايره كده وهاجي اختار لاين عشان اجيب السنتر، هاجي اقف كده فيجيب لي السنتر، اروح طالع لفوق اهو. في الحاله دي في عندي بولر اري، هاجي ادوس كده وهنا وراح دايس انتر. طيب مفيش حاجه حصلت، لازم اجي هنا واختار بولر اري وهاجي في السنتر. بص بقى لازم اجي في السنتر عشان اعمل تكرار، لو جيت مثلا بالسهم ده كده اهو ببدا انا ازود زي ما انا عايز. طيب في عندي كمان ان انا ممكن الخط نفسه الشكل ده مثلا، او ممكن نيجي نرسم ريكتانجل كده اهو، ممكن نغير لونه، ممكن اجي اعمل سيلكت او كده وهاجي من باي لاير كده كام الالوان دي غير اللون كده مثلا، ممكن اللاين ياخد سمك، هاجي اعمل سيلكت وهاجي في باي لاير اللي تحتها ده هنا سمك خطوط لو انا قاطع في حاجه. بس لما اجي اختار 60 مفيش حاجه اتغيرت، انا لازم افعل السيتنج بتاع الباي لاير، هاجي اعمل سيلكت هنا وهاجي افتح السيتنج ولازم افعل حاجه اسمها ديسبلاي كده، هاجي ادوس اوكي او بصوا بقى لي سمك لان انا قاطع فيه اهو. طيب في حاجه كمان، ان انا مثلا لو عندي الشكل دوت بلون مثلا تاني اهو سين والسمك بتاعه مثلا كده مثلا، طيب انا هنا بعد ما رسمت الاشكال عملت عليها سيلكت وحددت السمك واللون، طيب ممكن ارسمهم من الاول جاهزين؟ ممكن. بمعنى ايه؟ اول حاجه لما نيجي نرسم بلان كاد احنا مش بنرسم من دماغنا، لازم بيكون معانا البلان مطبوع على ورقه واحنا بنبدا نرسمه. طيب في البلانات بيبقى عندي مثلا ان في شكل يعني خط مثلا حوائط، خط للبيبان، لاير للشبابيك، لاير للفرنتشر للاعمده، ممكن نحددها ازاي؟ ان انا مثلا هاجي في الليارات كده في اللايرز بروبرتيز وهاجي هنا هقول له انا محتاج كام لاير، انا مثلا عايز اعمل لاير للحوائط، هاجي عندي هنا باي لاير تاني واحده كده، هاجي اقول له اسمي اللاير دوت وول الحوائط، عايز مثلا لونه ابيض
او اي لون، ممكن اقول له مثلا خليه مش مشكله خليه ابيض. ممكن احدد سمت اللاين، هاجي ادوس سيلكت اهو كده 0.6 وادس اوكي اهو. طيب ممكن اعمل لاير تانيه ليه مثلا المحاور، هاجي اقول له مثلا اكس اهو كده مثلا، هاجي اقول المحاور مثلا لونها الماجنتا، بس سمك المحاور بيكون مثلا اهو 25. عايز اعمل لاير مثلا للبيبان، هاجي اقول له دور البيبان مثلا لونها بلو، وهاجي هنا السمك مثلا 35. نفس الطريقه هنبدا نسمي اللايرات، بس انا لو جيت اشتغل باللاين بصوا بيبدا اللاين اللي هو اللي انا مش عايزه اللي هو الفانتوم 2. طيب اول حاجه ان انا لازم اجي من قائمه اللاير دي واختار اللاير بتاع الحوائط، يعني بصوا هنا لون ابيض ولاير ملهوش سمك واللاين اللي هو المتقطع. طيب هاجي اقول له وول، بصوا اتغير، بس لازم نغير الباي لاير بحيث لما اجي ارسم لاين كده بصوا اللاين نزل بالسمك بتاعه اهو، لاير جاهزه. ممكن مثلا هاجي اقول له الدور، يعني لو هنرسم بيبان اهو كده مثلا اهو بالسمك بتاعه بنفس الطريقه دي كده. طيب احنا خلاص لما هنيجي نراجع اخدنا اللاين واخدنا ازاي نعمل لاين بمقاسات ولاين بزاويه وانواع الدوائر والاركات، واخدنا البولي لاين وازاي نعمل دايره ما بين ثلاث ممسات وما بين ممسين، واخدنا ازاي نكتب التكست وازاي نغير المقاسات، وفي نفس الوقت اخدنا الاسترتش واخدنا موف واخدنا الاوفست واخدنا التريم والاكستند والاسترتش. طيب احنا مثلا لو حبينا نرسم بلان من اللي احنا شرحناه هنا، اول حاجه نيجي نفتح بيج جديده، هنيجي لليونت كده يو ان، هاجي اقول له مثلا بالمتر اهو، ولو انا مش عايز الشبكه خلاص هطفيها كده اهو. وهنيجي مثلا نشوف إيه، لو هنشوف مثلا بلان مثلا مثلا كده، ده هرفعه لكم برضو بحيث نقدر نشتغل منه. او بصوا محاول مثلا زي كده، وازاي نرسم بلين بسيط جدا. اول حاجه ان احنا بصوا هنعمل لاير للمحاور ولاير للحوائط، لاير للاعمده ولاير للمقاسات، وبرضو لاير للسلم. فانا عندي كده خمس ليرات. طيب هنيجي في الاول هنا اهو، احنا ممكن نمسح دوت اهو. خلاص عملنا المقاس بالمتر، اول حاجه نيجي نشوف الليرات اهو، هاجي اقول له مثلا واحد للحوائط وول، بس ممكن اهو هخليها مثلا لونها ابيض، و السمك بتاعها عشان خط بتاعه ممكن اخليه مثلا 40 اهو. في عندي مثلا لاير للاكسس اللي هي المحاور اهو، هاجي اقول له مثلا خليها لي تبقى لونها مثلا اصفر، وهنسيب السمك بتاعها يبقى خفيف اهو. عندنا مثلا نيجي نشوف هنا برضو اهو في الدايمنشن وفي الاعمده، فانا خلاص هاجي هنا هاجي اقول له مثلا دي اي ام كده اللي هي اختصار دايمنشن، اللون بتاعها مثلا اخضر، وبرده سمكها خفيف. طبعا لو حابين نسمي بالفرانكو او بالعربي مفيش مشكله. ممكن انا مثلا اجي هنا هاجي اقول له اعمده اهو، هاجي اقول له مثلا دوت بالسين كده بس. طيب هنقفل القايمه دي ونيجي نشوف هنا في البي دي اف اللي هرفعه لكم ان شاء الله، ان انا عندي
هرسم اول محور كده، بس لازم نختار الخطوط بتاعتنا، بس ما ننساش لازم نفعل الديسبلاي كده. وبعدين هاجي هنا وهختار اللاين بتاعي من لود، وهاجي هنا هقول له مثلا فانتوم 2 اهو كده، هندوس اوكي. طيب لما هاجي اختار الاكس المحور بتاعي، بس هغير نوع الخط. طيب اول حاجة هختار لاين ال انتر، هنشغل هنزور قايمة، بس هنشوف اللاير دوت كام. يعني هو هنا مثلا من هنا لحد هنا 10، هنرسم العادي جدا، وبعد كده ازاي نزود الليارات لفوق. فانا خلاص هاجي هنا، هاجي ادوس كده، هاجي اقول له 10 اهو 10 متر كده. طيب هنيجي يعني نشوف ان في اوفست على بعد 4 و7 و5، هناخد الرأس الاول. طيب انا هاجي هنا خلاص، هاجي اعمل سيلكت، هاجي اقول له اوفست، هاجي اقول له 4 اهو كده، نخرج من الامر. وبعد كده في 7 و5، هاجي اعمل سيلكت اوفست اهو 7، وبعدين هاجي اعمل سيلكت، هاجي اقول له اوفست 5 اهو بالشكل ده. كده احنا عملنا 4 محاور اهو، 1 2 3 4. طيب هنيجي نعمل المحور الافقي كده اللي هو 16. فانا خلاص هاجي هنا هختار لاين، وهاجي من هنا لهنا كده مثلا اهو. طيب هاجي هنا ان في كان اوفست 3 و2 و5، خلاص هاجي هنا هاجي اقول له سيلكت اوفست 3، وبعدين سيلكت 2، طبعا انا بخرج بسكيب كده، وبعدين هاجي اقول له سيلكت اوفست 5 اهو، جه معايا مظبوط بالطريقه دي. فانا خلاص عملت 4 محاور رأسية و4 محاور افقية. طيب اهو هنيجي الاول ممكن نمشي بالمالتي لاين كده مثلا. خلاص هاجي هنا هاجي ادوس، بس هختار الاول لاير الحوائط، وهاجي اقول له ام ال انتر. اول حاجه هاجي اقول له سكيل السمك، وهاجي اقول له 0.25 الحوائط الخارجيه 25، وهاجي اقول له جاستيفيكيشن، وهاجي اقول له 0، وبعدين همشي كده اهو، نمشي كده اهو، وبعدين هنمشي كده اهو، وبعدين هاجي هنا هدوس سي وإنت اهو. هنيجي نفتح كده اهو، ده الشكل بتاعنا. طيب في عند المحور ده برضو خطين كده، وخلي بالكم ان الحوائط الداخلية بيكون سمكها 15. هنا بصوا السمك بتاعها قليل. طيب احنا هنيجي هنا في عندي خطين كده، خلاص هاجي ادوس ام ال، طبعا كان نفس المقاس، هنشرتي بسكيل، هاجي اقول له جاستيفيكيشن، هاجي اقول له 0، بس هاجي من هنا اهو لحد هنا بقى. طيب هنيجي نشوف ان في خط هنا وخطين هنا. طيب هاجي ادوس ام ال اهو، مش هعمل سكيل برضو، جاستيفيكيشن 0، هاجي كده، وبعدين هاجي كده اهو. بس لما احنا نيجي نبص هنا هنلاقي ان دي كانت 15 مش 25. فاحنا خلاص هنيجي نمسح اللاين ده، عشان كده لازم نركز في الرسمه قبل ما نشتغل. ممكن طالما دي 25 هاجي ادوس سبيس كده او هقول له ام ال انتر 25 جاستيفيكيشن 0، هاجي هبدا من هنا لحد هنا اهو. بعد كده هاجي ادوس ام ال برضو تاني اهو كده، بس هاجي اقول له سكيل واخليها 0.15 اهو،
justification zero. وهاجي بقى هبدأ من center كده، بص اهو لحد هنا اهو السمك بيختلف اهو كده نفس الطريقة دي. طيب هنيجي نشوف هنا ان هنا كان في سن، بس احنا ممكن نسيبه دلوقتي كده مثلا اهو، بس عشان نمسح الترمات لازم نعمل سيلكت كده اهو، وبعد كده هاجي اقول له اكسبلود فكر لي الشكل دوت، بحيث لما نيجي نعمل تريم تي ار انتر اهو لازم دول يتمسحوا كده اهو كده مثلا. نفس الكلام برضو هنا، هنا برضو طبعا مش هينفع امسح المحاور كده كده مثلا، بحيث لما اجي هنا اهو، وفي برضو هنا نيجي نمسح دول اهو. عشان كده لازم نعمل اكسبلود نفجر الشكل اهو. طيب هنيجي مثلا نيجي نشوف السلم، السلم هنا العرض بتاعه ما ينفعش يقل عن متر 30 او متر 50، بحيث ان الشخص عرضه 60 فيبقى الاثنين متر 20، فممكن نعمل اوفست على متر 20 عشان نعمل السمك بتاع السلم. بس احنا ممكن نيجي هنا نضيف لاير جديده اهو، سواء بقى اللي حابب يكتبه بالستريس العادي السلم او ممكن يكتب عادي فرانك اهو سلم مفيش مشكله. نيجي مثلا هنا نخلي لونه بس السلم عشان اسكوت اخليه مثلا 25 اهو كده مثلا اهو. طيب لو انا عايز اعمل اوفست من لاين الحوائط على متر 20 او 50، وازاي اضيفه للير بتاع السلم عادي، نيجي هنا او سيلكت اوفست هاجي اقول له 1.3 متر 30، نفس الكلام هنا اهو. بس في الحالة دي عشان اضيف الخطين دول للير السلم هاجي ادوس سيلكت، وهاجي في اللير هنا واقول له اهو سلم كده. طيب في الحالة دي ان في عندي هنا السمك بتاع الترابزين ممكن يبقى 20، فخلاص هاجي اعمل سلم اهو كده 0.2 اهو كده. بعد كده هنيجي نعمل تريم نمسح الزيادات دي كده مثلا اهو، ونيجي نمسح دول لان السلم بادئ من هنا. طيب السلم عندنا انا عندي مثلا هنا 1 2 3 4 5، طيب عرض السلم بيكون كام؟ 30. فانا ممكن اجي هنا هاجي ارسم اول سلمه كده، بس ما ننساش نيجي نختار اللير السلالم كده مثلا، وبعدين هاجي اعمل اوفست كده او 0.3 بس، هاجي اقول له كده مالتيبل اهو. طبعا هو نزل باللاين بتاع المحاور، خلاص هاجي اعمل سيلكت كده وهغير الليل اهو. طيب هاجي برضو من هنا السلم الدرجة دي برضو في عندي ادي 2 4 6 8 10، خلاص هاجي هنا هرسم بداية السلمة كده اهو، بس ما ننساش نغير نوع الخط. هاجي اعمل سيلكت وهاجي اعمل اوفست برضو 30 اهو 0.3، هاجي اقول له مال تيبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهو. بعد كده هاجي اشوف ان اللاين دوت مكمل للاخر، خلاص هاجي هنا ممكن اقول له اكستند دي اكس انتر او ادوس بحيث يكمل هنا، لان انا مش عايز دول في حاجه، هاجي اقول له تريم مساح لي دي اهو كده. بس ما ننساش حاجه مهمه جدا واحنا شغالين، لازم نسيف لان وارد جدا الفايل يفصل معانا. طيب هنا كان في سمك الحيطه اللي هو ده كان 25،
سوري، احنا فتحنا الفوتوشوب اهو، هاجي ادوس ام ال اهو، بس هاجي اقول له سكيل اهو 0.25 جاستيفيكيشن 0، وهاجي ابدا من هنا اهو. حتى لو انا اتلخبطت مش مشكله، سيلكت وهاجي اقول له الخطين دول خليهم مع الحوائط اهو. لما اجي ارجع كده نقفل بس الفوتوشوب اهو، لير الحوائط سوري يا شباب اهو كده، ارجع اقول له لاين اهو كده مثلا. طيب احنا بقى عايزين ان احنا نطلع المحاور لفوق اهو، بحيث تبقى بعيده كده عشان اكتب الدايمنشن كده مثلا. طيب هنيجي هنا، يفضل ان البعد من هنا لحد هنا هو هو البعد من هنا لهنا، يعني لو هنا مثلا كانت 20 لازم دي تكون 20، او يفضل يعني. فاحنا ممكن نيجي من اللاين ده نعمل اوفست مثلا كده مثلا 2 او 2 متر كده، نفس الكلام كده اهو هنا برضه. لو احنا عايزين نكبر الخط دوت هنيجي نعمل سيلكت، ممكن نسحبه كده اهو. طيب ممكن نعمل سيلكت على الخطوط دي كده ونحولها لمسار الاكسس اهو، بس طبعا احنا عشان ما خدناش اوفست من الخطوط مش مشكله، دي بس جايد لينا. هنيجي ندوس، ممكن نعمل سيلكت نكبر اللاين ده كده اهو، ممكن عادي نسحبه من هنا كده مثلا اهو كده، نفس الكلام برضو هنا، بس اللاين دوت هنسحبه مثلا كده، سواء كده او اكستند اي طريقه انتوا حابينها. هنيجي نسحب مثلا كده، نفس الكلام برضو كده، نفس الكلام برضو اهو. اول حاجه بيعمل اكستند اي اكس كده مثلا اهو، وهنا لا ممكن نرجع نختار ايوه اللاين ده، نفس الكلام هنا، بحيث ان احنا نمسح، او ممكن نعمل تريم الاول نمسح الزيادات دي بحيث يبقى البعد كل واحد اهو. طبعا لو هنا ما تعملتش خلاص ادوس شيفت اهو، بيعمل عكس التريم بدل ما يمسح بيطول كده مثلا. ونيجي نمسح بقى الخطوط دي اللي احنا مش عايزينها. طيب هنيجي نحط الدوائر بالارقام، خلاص هنيجي نرسم دايره، بس نختار الاكسس كده اهو، يعني مثلا 0.2 اهو، بس هنغير المسار بتاعها ونعمل لها موف بحيث انها تيجي لفوق. هاخد منها كوبي كده مثلا اهو، وبعدين هاجي كده، وبعدين هاجي كده. ممكن ما ناخدش الكوبي اللي تحت الا لما نرقم الاول، هاجي كده اهو، ارغي سوا القايمه، هاجي اختار كوبي، امسك النقطه دي، وبعدين هاجي كده اهو هنا برضو اهو. طيب عايزين بقى ان احنا نرقم، ان احنا هنيجي هنا، هنا هو 4 وهنا A B C D. طيب هنيجي هنا نختار التكست، بس ده كان السنجل، هنيجي نختار التكست العادي اهو، هاجي اقول له مثلا دوت واحد اهو كده مثلا، هاجي اختار موف بحيث اخليه يبقى هنا. طيب هاجي هنا اهو تكست 2، ممكن نرقم وبعد كده نظبط زي ما احنا حابين. نيجي مثلا كده 3، نفس الكلام برضو هنا، سوري دي الليارات التكست
4. بعد كده خلاص هنيجي نعمل سيلكت وموف بحيث يبقوا في السنتر كده. نفس الكلام برضو هنا اهو موف اهو كده. وبعدين هنيجي هنا موف كده بحيث هعمل سيلكت على الدوائر بالارقام دي، وهاجي اقول له بقى كوبي من النقطة دي عشان لازم زيهم يكون تحت. هنشغل الزاوية القايمة اهو، هنيجي برضو هنا نيجي نكتب التكست، هاجي اقول له ايه كده. لازم نحاول تكون مترقمة او بالحروف. نلغى بس الزاوية القايمة اهو. طيب كملنا هنا، هنيجي ندوس اهو كده، نيجي نقول له بي اهو، نعمل لها موف، نلغي الزاوية القايمة اهو. بس احنا هنا المحور ده كده نشغل الزاوية القايمة اهو. مثلا ممكن ناخد دي كده، نعمل لها موف، نمسك من النقطة دي بحيث اما تطلع كده اهو كده مثلا، ودي نعمل لها تريم اهو، نعمل تريم تاني كده، ونيجي حرف اللي هي دوت نعمل له موف. نلغي نزور القايمة عشان بيتحكم برضو معانا في الموف. نيجي نعمل سيلكت كده اهو موف اهو كده. ممكن ناخد كوبي من الدايرة دي، نشغل الزاوية القايمة معانا عشان تيجي مظبوطة اهو. خلاص هنيجي هنا كده سي، نلغي الزاوية القايمة موف اهو، ونيجي هنا اهو تكست برضو دي، نيجي نعمل سيلكت كده مثلا اهو. خلاص هنيجي نعمل سيلكت كده، نشغل الزاوية القايمة، ناخد كوبي اهو كده اهو بالشكل ده. طيب خلي بالكم بقى ان هنا في الفتحات المعمارية، البيبان والشبابيك اهو، الحاجات دي كده. بس احنا هنيجي نشوف الاعمده. بمناسبه هنا لو العمود جوه الحيطه، لو عملنا زوم كده اهو، يبقى العمود بعرض الحيطه والطول بتاعه العمود ما ينفعش يقل عن 40 سنتي. فاحنا ممكن نخليه نعمله يبقى مثلا 25 في 60 او 40، ما يقلش عن كده. فدوت كان 60 فممكن نخليه 60 اهو. فاحنا ممكن نيجي هنا، ممكن نيجي نرسم ريكتانجل اهو، نيجي نختار الدايمنشن ونيجي نقول له بوينت 4 و بوينت 6 اهو كده اهو. بس هنعمل سيلكت ونخليه مع اللاير الاعمده اهو بالشكل ده. طيب احنا عملناه 40 في 60، فاحنا لا هنخليه 25 اهو. دوس دايمنشن اهو كده في اهو، ده الريكتانجل بتاعي سيلكت، وهاجي اقول له اعمل. طيب هاجي هنا هعمل له الهاتش اهو. بس هنا ممكن نقلل الرقم دوت 0.2 او 0.3، نكبره شويه او 4 اهو كده. بس الهاتش دوت بدل ما نخليه مع الاكس هنخليه، نيجي في الهوم كده ونخليه مع الاعمدة اهو. سيلكت كده الاثنين، نلغي الزاوية القايمة ونختار موف، ونيجي من هنا اهو، ادي عمود اهو كده. وبعد كده كوبي بقى
ونيجي من هنا اهو في واحد هنا. بس هنا احنا ممكن نشغل الزاوية القائمة كده، ممكن نخليه مبدئيا كده بحيث لما نيجي نعمل سيلكت ونيجي نختار موف نيجي من النقطة دي لحد هنا اهو. طيب هنيجي مثلا كده نختار كوبي، وهنلاقي ان في عمود فوق هنا. طيب نفس الكلام ناخد كوبي، في عمود هنا، نحط العمود الرئيسية بس الأول كده بالشكل ده، وبعدين هنيجي هنا ناخد برضو كوبي وننزل تحت هنا أو. طيب نشوف بقى بقية العمود التانية اهو، في واحد هنا واحد هنا، نفس الكلام برضو وهنا وهنا. طيب احنا هنيجي هنا سيلكت كده كوبي ونيجي نطلع فوق اهو كده. طيب نيجي نعمل سيلكت نختار كوبي ونيجي مثلا كده اهو هنا، بعد كده نروح نلاقي ان في واحد هنا اهو. بس طبعا لازم هنا يطلعوا لفوق، لان مينفعش الاعمده تبقى عكس بعض. فاحنا خلاص نيجي نعمل سيلكت نختار موف اهو يبقى فوق، نفس الكلام برضو هنا موف لفوق، وبرضو هنا نفس الفكرة نيجي نعمل موف لفوق. في برضو عمودين هنا، خلاص هنيجي نعمل سيلكت. طبعا لسه هنشيل الخطوط الزيادة دي، بس هنيجي نعمل كوبي كده. دي بقى ميزة لو احنا مشغلين الأورسو الزاوية القايمة. ونفس الكلام هنيجي هنا كوبي ونيجي فوق اهو هنا. بس طبعا هنيجي هنا ما ننساش ان دوت كان بوليلاين، فهاجي اقول له اكسبلود، وهاجي اقول له ترم، ونيجي نمسح اهو كده وزعنا الاعمده. طيب ما ننساش ان انا في زيادات برضو، ما ينفعش خط الحيط داخل جوه العمود، فنيجي نعمل ترم هنا، ونفس الكلام هنا برضو اهو كده. وتحت برضو هنا اهو بالشكل دوت كده. طيب نيجي بقى نشوف المقاسات اهو، ازاي نحط المقاسات من المحور الاول لحد الاخير. طبعا لو كنا ظبطنا الدايمنشن الاول هتبقى صح، او ممكن نيجي ندوس حرف الدي دايمنشن كده، هنيجي ندوس موديفاي خلاص. هاجي اقول له في اللينس انا مش عايز الخطين دول اللي هم هنا، وهاجي اقول له خلي لي مثلا السهم يبقى المايل كده، والتكست ممكن دي لو جينا نجرب واحد نجرب بس الاول، وزي ما اتفقنا هنخليها لاقرب رقمين كده وندوس اوكي اهو. بحيث هنا بصوا لازم المقاس الكلي يكون في الاول، بعد كده كل مقاس يبقى لوحده. طيب هاجي اختار الدايمنشن كده خلاص، هاجي اقيس من هنا لحد هنا. طبعا المقاس ده كبير جدا، بس هنعمل سيلكت ونخليه علم. طبعا اللير المقاسات مش معمول، فاحنا ممكن نيجي نضيف اللير بتاع المقاسات اهو كده مثلا، ونخلي مثلا اللون بتاعه يبقى ازرق او ماجنتا، بحيث الماجنتا يبقى واضح ان احنا مش مختارين اهو. فنيجي نعمل سيلكت ونقول له خليه مع الماجنتا. بس هنيجي نقلل المقاس كده اهو دايمنشن اهو في التكست، طبعا واحد كبير 0.3 اهو، اعتقد ده رقم مناسب. بس هنيجي هنا ما ننساش نغير الخط بتاعنا اهو، ممكن عادي نعمل له موف لفوق شويه كده اهو. طبعا هو اتحرك اهو. طيب في نقطه كمان، احنا نيجي نشوف المقاس ده من هنا لهنا
بس نختار اللير بتاعنا الأول، أو نغير الخط كده. إيه المقاسات مثلا؟ أهو. طيب ممكن نيجي نختار مقاس تاني، نيجي نختار المقاس، بس ممكن لما نيجي نختار المقاسات اللاين ما يجيش معاه مظبوط، فاحنا ممكن نيجي على الأنتو هنا، ولو جينا مثلا أهو اللي هو الكونتينيو نكمل يعني أهو كده، أهو بقى 4 7 5 16 أهو. طيب هنيجي نصغر كده ونكتب، نشوف المقاسات دي إن هو 10 3 2 0. خلاص هنيجي هنا ممكن برضو نختار سيلكت كده أهو، فبيجيب لي بس إحنا معملناش سيلكت عليهم كلهم أهو، من هنا لحد هنا أهو 10، ممكن عادي من هنا. وبعد كده ممكن نعمل سيلكت كده مثلا اهو، بس ان احنا لازم نخش لجوه، او لو اتلخبطنا مفيش مشكلة نيجي من الهوم نكتب اول مقاس كده اهو، وبعد كده نيجي في الانتو هنا وندوس كونتينيو اهو، ده المقاس التاني. طالما الشكل متماثل خلاص بكتب المقاس على اليمين وعلى الشمال. طيب هنيجي نشوف اخر حاجة الفتحات المعمارية. طبعا هو هنا لو مش جايب لي المقاس بتاع الكتف، هنا الكتف ده ما ينفعش يقل عن 20 سم عشان القايم بتاع البيبان او الشبابيك، فخلاص هنيجي هنا او هنا مثلا اهو. خلاص هنيجي ان احنا نعمل اوفست، ان احنا مثلا ممكن نيجي مثلا من هنا اهو، طبعا هنيجي نختار اوفست هنا مثلا لحد هنا الاولاني، بعد كده عشان نعمل اوفست وهنيجي نقول له اوفست مثلا 0.2 اهو، ونمسح اللاين ده. وبعد كده ممكن نعمل اي اكس، نزود الخط ده كده، ندوس شيفت ونمسح ده، بحيث ان احنا نيجي نعمل سيلكت وهاجي اقول له اوفست الباب الفتحه المعماريه بتبدا من 90، فاقول له 0.9 اهو. بعد كده هاجي اقول له تريم، نمسح اللاين ده وده اهو. طبعا هنا انا كنت عامل ان البابين على نفس المستوى، فاحنا خلاص ممكن نيجي هنا اهو كده، نيجي نختار كوبي او نيجي مثلا كده، هنيجي نعمل تريم اهو، وهكذا نبدا نعمل الفتحات المعمليه. يبقى احنا كده بالطريقه دي يعتبر عرفنا اوامر الكاد كلها، الدرو والموديفاي والتكست والمقاسات، وازاي نشتغل بلايرات. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله هنبدا نكمل بقية الكورس الكاد للمحترفين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، بحيث يوصل لكم كل جديد.